مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. النهاردة كالعادة حلقة الخميس، حلقة دسمة جدا. خلاص كلنا عارفين، كنا بنتكلم على الدوريات الأوروبية، التوب 5 ليجز في العالم كله انتهت خلاص. لو كنا بنتكلم على الدوري الألماني كالعادة، البايرن اللي بيفوز بهذه البطولة، بنتكلم على الدوري الأسباني كمان، ريال مدريد فاز بسهولة، لو بنتكلم على الدوري الفرنسي كمان البي اس جي فاز بهذه البطولة بسهولة. لكن كان الإثارة والمتعة في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي. الدوري الإيطالي لآخر جولة، وكان طبعا الميلان اي سي ميلان النادي العريق يتوج بعد غياب كبير جدا على حساب طبعا الإنتر، والفوز بالدوري الإيطالي بعد غياب كبير جدا عن هذه البطولة وعن كمان البطولات الأوروبية كان فوز كبير وفرحة كبيرة جدا جدا في الميلان في إيطاليا. كلنا كنا أكيد كمان قاعدين قدام التلفزيون بنتفرج على الجولة الأخيرة من البريمير ليج، وقد إيه كانت الإثارة والمتعة والكرة الحقيقية رغم تأخر طبعا المان سيتي في الدقيقة 75، وكلنا قلنا يا رب إن شاء الله صلاح يتوج بهذه البطولة. كمان السيتي بيقلب بالطاولة وبيفوز في الدقيقة الأخيرة 3-2 عشان يتوج بدوري طبعا الأكثر إثارة وأكثر متعة في العالم هو البريمير ليج. النهاردة في حلقتنا إن شاء الله مع حضراتكم هنتكلم على الكرة العالمية، من طبعا المباراة الحلم، مباراة النهائي دوري الأبطال ما بين ريال مدريد وليفربول، هنتكلم عليها بالتفصيل لأن فيها حاجات كتيرة جدا وإثارة كبيرة جدا قبل المباراة، والعالم كله بينتظر هذه المباراة، هنتكلم عليها بالتفصيل. كمان هنتكلم على بطولة جديدة، بطولة قارية جديدة تسمى دوري المؤتمر الأوروبي اللي فاز بيها إيسي روما الإيطالي في حادثة الأولى في التاريخ، رغم اسم روما الكبير جدا ولكن هذه البطولة هي البطولة الأولى القارية على مستوى أوروبا بالنسبة للنادي إيسي روما، وكمان على مستوى التدريب طبعا مورينيو العبقري. يمكن مورينيو بعد غيابه فترة يمكن بعد عن الأضواء ببعده عن البريمير ليج، لكن بيعود من خلال روما وبيفوز بأول بطولة قارية مع روما، برضه هيكون عندنا فقرة مميزة لهذه البطولة. أكيد النهاردة كمان ما ننساش فريقنا النادي الأهلي. لو كنا بنتكلم على بطولات الأوروبية، كمان النادي الأهلي عنده بطولة مميزة جدا إن شاء الله تكون بطولة تاريخية، ويحصل النادي الأهلي على البطولة الأفريقية يا رب للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز ما تكررش. النادي الأهلي، وعايز أقف عند الحتة دي شوية، الحاجات اللي حصلت قبل مباراة الوداد، قبل المباراة النهائية كلنا اتكلمنا عليها، الصعوبات اللي واجهت النادي الأهلي في ملعب المباراة، التحدي الكبير من كل الجهات يعني في الضغط على النادي الأهلي بشكل أو بآخر. أنا بقول لكم إن شاء الله كل التحديات دي وكل الصعوبات دي الجهاز الفني والجهاز الإداري بيحولها لطاقة إيجابية. أنا ما أعتقدش إن النادي الأهلي خايف يلعب في الوداد، الفكرة كلها مش عملية خوف إن إحنا نلعب في الوداد. النادي الأهلي يلعب في أي حتة في العالم وبيقدم بطولات في أقصى يعني أقصى حتة في العالم، بيروح وبيأدي وبيجيب بطولات كتيرة. لكن هو الفكرة طبعا في عملية الفير بلاي، ويمكن كلنا اتكلمنا هنا في النادي الأهلي وكل الناس اتكلمت على عدم الفير بلاي، إنك بتلعب المباراة النهائية بتتحدد في دور قبل النهائي. مش هتكلم عن النقطة دي، لكن هتكلم على لاعبتنا. لاعبتنا إن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين إن شاء الله هيقدموا ملحمة إن شاء الله بإذن الله. أنا متوقع كل الصعوبات اللي واجهت النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت هتتحول إن شاء الله لطاقة إيجابية بشكل كبير جدا. وعندنا النهاردة إن شاء الله كمان هنتكلم على هذه المباراة بشكل مفصل مع ضيفنا محسن لملوم اللي هيشرفنا النهاردة، وكمان معانا في الفقرة الأخيرة المحلل الرياضي الممتاز محمد الباز، عشان كمان نقدم لحضراتكم وجبة دسمة بالصور والأرقام عن لقاء الحلم ما بين ريال مدريد وليفربول. لكن خلينا قبل ما نخش على الصحف بتقول ايه، العناوين الكبيره في الصحف العالميه بتقول ايه، تعالوا مع بعض نشوف بعض الاخبار السريعه. طبعا من اول الاخبار يمكن شائعات كتيره جدا، كومباني ده طبعا لاعب المان سيتي وقائد مانشستر سيتي السابق،
في بعض الاشاعات بتقول او الرومر بتقول انه هيدرب فريق بيرنلي في طبعا الشامبيونشيب بعد ان ترك المدرب البالغ من العمر 36 سنه منصبه كمدير للفريق اكتر. وطبعا حضراتكم عارفين ان كومباني عاد الى نادي اندرلخت سنه يعني في 2019 كلاعب ومدرب قبل ان يقود النادي للمركز الثالث في الدوري البلجيكي السنه دي. يعني كومباني بيعتقد انه اجرى محادثات، يعني في بعض الناس بتقول في محادثات اوريدي ما بين بيرنلي وما بين يعني كومباني في الاسابيع، رغم حضراتكم عارفين طبعا هبوط بيرنلي الى الشامبيون شيب الى دوري الدرجه الثانيه في انجلترا، لكن طبعا كومباني هو المرشح لقياده هذا الفريق. طبعا حضراتكم عارفين يعني هو كلاعب كان لاعب ممتاز ما فيش شك، وادى يعني على مستوى المان سيتي بطولات كبيره جدا، هو مدرب لسه في اول خطوات التدريبيه، قدم حاجه كويسه في الدوري البلجيكي. كمان بيرنلي قال ان في ابريل يعني بعد 10 سنين في ملعب مور، منذ الحين حصل المدرب المؤقت يمكن جاكسون على 11 نقطه من 8 مباريات، لكنه طبعا فشل في طبعا تجنب الفريق للهبوط للتشامبيونشيب في اليوم الاخير من الموسم. طيب نروح كمان خبر، طبعا الاسطوره ابراهيموفيتش مهاجم انتر مهاجم اي سي ميلان بعد الفوز الكبير بالبطوله، وكان حقيقي ليه دور كبير جدا جدا في فوز الميلان بها البطوله او بدوري الايطالي، السويدي هيغيب من 8 ل 6 شهور بعد خضوعه لعمليه جراحيه في الركبه. زي ما حضراتكم عارفين ان يمكن ابراهيموفيتش البالغ من العمر 40 سنه ساعد الميلان بشكل كبير جدا في الحصول على اول لقب في الدوري الايطالي من 2011. ابراهيموفيتش طبعا اللي انتهى عقده مع هينتهي عقده في خلال هذا الموسم، يمكن هو يمكن في السابق اعرب عن رغبته في البقاء مع الميلان على الاقل كمان سنه، لكن يعني في اعتقادي الفتره الطويله في العلاج 8 شهور طبعا دي بتعجل بانتهاء مسيره هذا اللاعب الكبير، وزي ما بقول لحضراتكم كان عامل مهم جدا، لو ما كانش في الملعب يبقى خارج الملعب في حصول ميلان على الدوري الايطالي بعد من 2011، يعني بتتكلم في 11 سنه كان غايب هذا اللقب عن الميلان، وكان ابراهيموفيتش ليه دور كبير جدا في الفوز بهذا اللقب. طيب نروح لنجم كبير تاني، يمكن النجم طبعا البرازيلي نيمار. نيمار يعني بيوري مهاراته اثناء المشاركه ضد الفريقين الفائزين في نهائي بطوله نيمار جونيور لكره القدم، دي طبعا بطوله خماسيه اقيمت في الدوحه، وكانت الحقيقه احتفاليه بكره القدم البرازيليه. يعني نيمار يعني حضرات كلنا عارفين كان بمثابه مكافاه كمان اضافيه للقب اللاعب بالفوز طبعا في الدوري الفرنسي. نيمار طبعا كالعاده مهاراته زي ما حضراتكم شايفين، الكره الخماسيه كمان ليها لعيبتها، نيمار من ضمن اللعيبه اللي تقدر تعمل مهارات وتقدر تستعرض يعني زي ما حضراتكم عارفين كمان، وبص الجون قد ايه، يعني كمان نيمار بيثبت انه على المستوى طبعا المهاري لعيب من الطراز الفريد. يمكن طبعا نجم السامبا بيأمل كمان في تحقيق المزيد من المجد في الدوحه في وقت جاي، لان طبعا حضراتكم عارفين خلاص يعني كاس العالم 2022 على الابواب، كمان نيمار بيطمح يعني اكيد مع منتخب السامبا بالحصول على هذه الكاس، لكن نيمار كمان بيثبت من خلال زي ما حضراتكم شايفين انه لاعب متميز لاعب فريد في المهارات الفرديه. طيب نروح لمبابي، طبعا مبابي وكانت الضجه الكبيره جدا جدا طبعا مهاجم باريس سان جيرمان، وطبعا صدم بصراحه كانت صدمه كبيره لعشاق ريال مدريد. طبعا كان مبابي على بعد خطوات قليله جدا من الانتقال لريال مدريد، وكل الصحف العالميه اتكلمت على هذا الانتقال، انتقال وانتقال للحلم. حضراتكم عارفين مبابي كان من هو صغير كان يعني حلمه انه يلعب في ريال مدريد، لكن طبعا جدد عقده مع باريس سان جيرمان وما بين قوسين كده باع ريال مدريد. كلنا كنا عارفين طبعا انه خلاص راح، لكن امبابي بيصدم الجميع، وكلنا اتكلمنا عن العقد الخرافي اللي اتقدم لامبابي، وعقد يعني عليه بعض التحفظات شويه، رقم كبير جدا جدا. هو لا طبعا لعيب من افضل اللعيبه على مستوى العالم، امبابي عنده لسه 23 سنه لسه المستقبل قدامه، لكن النقد اللاذع اللي خلال التعاقد من بنود التعاقد
بالنسبة للمبلغ يعني 300 مليون يورو بس عند التوقيع بلس 50 مليون في السنة، رقم أكبر يعني أجر يتناوله اللاعب في العالم، بلس البونس بلس بلس بلس، بيوصل تقريبا بتتكلم على 600 مليون يورو في السنة. ده رقم كبير جدا، يمكن أثار الغضب كبير جدا من بعض الأندية ورؤساء الأندية، لكن الغضب الأكبر كان عندي طبعا ريال مدريد ومشجعيه، إن كان امبابي كان يمكن كان خلاص على الأبواب وكان طموحات كبيرة جدا للانتقال. تعالوا مع حضراتكم نشوف امبابي قال ايه وفسر تجديده لباريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة ازاي. قررت قبل إعلان النبأ لفريق باريس سان جيرمان الاتصال برئيس ريال مدريد، لأنني أكن احتراما كبيرا له ولناديه، لأنهم قدموا الكثير لي وحاولوا إسعادي بأقصى قدر ممكن لتسهيل انتقالي هناك. أردت لذلك شكرهم وتأكيد احترامي لهم، وأحسست أن واجبي الحديث معه بصورة شخصية لأن بيننا رابطة قوية. اعتقد أنه أفضل شيء يمكنني القيام به، وتمكنا بعد ذلك من تجديد تفاصيل عقدي، وتم إعلان القرار وسمع زملاء النبأ عندما كانوا في حجرة تغيير الملابس. من الواضح كان قرارا صعبا، ولكنني دائما ما اعتبرت كرة القدم بمثابة الملجأ بالنسبة لي، لأنها هي ما أجيد عمله. بالتأكيد أدرك أنني سوف أرغم للحديث عن ذلك، وأرغب أيضا في أخذ فسحة من الزمن لاتخاذ الخيار الأفضل. لم أواجه مشكلة في الاختيار من ناحية الضغوط، لأنني ظللت تحت الضغوط منذ أن كنت في 14 من العمر، لذا لم تكن هناك أي مشكلة. الكل يعلم أنني كنت أرغب في الرحيل العام الماضي، وكنت مقتنعا يومها بأن ذلك هو القرار الصحيح، ولكن الأعوام تمر ولا يشبه بعضها البعض. الوضع مختلف، الوضع الرياضي مختلف، الوضع الشخصي مختلف، كما أن هناك عاملا آخر وهو أنني حر وأولي أهمية لبلادي كفرنسي. إنه البلد الذي أرغب في العيش فيه وأرغب في أن أكبر فيه ونعود له عندما تنتهي مسيرتي الرياضية. يعني ده كان يمكن تبرير مبابي طبعا بعد اقترابه بشدة لريال مدريد، وطبعا التجديد لباريس سان جيرمان، وصدمة كبيرة جدا وهو بيتكلم يعني ده كان قراري السنة اللي فاتت وما كنتش واخد رجعة فيه ان انا هروح ريال مدريد، لكن هو بيقول ان الايام بتتغير والشخصيات بتتغير وكمان اكيد الفلوس بتتغير، لكن خلينا نقول ان اكيد بقاء يعني مبابي في باريس سان جيرمان كانت ضربة موجعة لريال مدريد. ده وما بتجيب سيرة ريال مدريد بنتكلم أكيد على الناحية الثانية بالنادي الأهلي. الربط ما بين ريال مدريد أصبح هو حديث جماهير النادي الأهلي واللحاق، ونكون إن شاء الله النادي الأهلي في القريب العاجل يكون هو رقم واحد في الحصول على البطولات القارية. وعشان كده هيكون موجود طبعا معنا دلوقتي فاروق صلاح مندوبنا ومراسلنا في المغرب عشان نطمن على بعثتنا، وإن شاء الله نطمن على أولادنا في إن شاء الله مباراة يوم الاثنين. فاروق مساء الخير عليك، طمنا عندك أخبار بعثتنا إيه لغاية دلوقتي والأمور ماشية إزاي؟ في البداية طبعا خلينا رحب بك يا كابتن هاني، كل التحية للكابتن هاني رمزي وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. نقطة في غاية الأهمية اللي حضرتك أثرتها في البداية، الربط دايما ما بين النادي الأهلي ومنافسه الأول طبعا على البطولات القارية ونادي ريال مدريد، ده إن دل بيدل على قيمة ومكانة النادي الأهلي، وأيضا بيدل على المسؤولية الملقاة على عاتق لاعبي النادي الأهلي وجهاز الفني. إن شاء الله تكلل إن شاء الله بالعودة إن شاء الله من كازابلانكا من المغرب إن شاء الله بالبطولة الحادية عشر للنادي الأهلي. خليني أقول لك يا كابتن هاني، إحنا هنا في كازابلانكا من مقر إقامة فريق النادي الأهلي، واخر استعدادات النادي الاهلي اللي بعد لحظات ان شاء الله هينطلق الى ملعب الاتحاد البيضاوي لاداء اول تدريباته استعدادا لمواجهه فريق الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا لنسخه 2022. اقدر يعني اختصر لك اليوم بالامس طبعا كان وصول الفريق الى المطار محمد الخامس بالامس يعني في رحله طيران استغرقت 5 ساعات ونصف. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بوجوده ووجود قيمه الكابتن محمود الخطيب معالي الوزير
الوزير العمري فاروق، مهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق قنديل، الكابتن حسام مغالي، وصلوا رساله دعم مهمه جدا للاعبين. احنا موجودين معاكم، كلنا ثقه فيكم. اعتقد كانت رساله دعم مهمه جدا. الاحاديث طبعا اللي لمسناها من اللاعبين، طبعا مغادرتنا على طول سريعا لمطار محمد الخامس والاتجاه الى الفندق اللي بيبعد عن المطار بنصف ساعه. طبعا في دور مهم جدا قام بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادلي اللي حضورهم الى المغرب سبق البعثه ب 24 ساعه. تم تسكين الفريق النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي. ابتدى يومنا النهارده بقى كابتن اي كابتن هاني، طبعا وفي كواليس كتير. يومنا النهارده ابتدى كان في تمام الساعه 10 صباحا، كان تناول اللاعبين لوجبه الافطار. طبعا كان في اجتماع طبعا الكابتن محمود الخطيب مع افراد البعثه الاعلاميه للنادي الاهلي. طبعا دور كبير جدا وحوافز كتير جدا بيتم خلقها للاعبين، توفير جو مناسب طبعا لبعثه للاعبين ان شاء الله ان هم يكونوا في يومهم ان شاء الله ويقدموا مباراه تليق باسم وقيمه ومكانه النادي الاهلي. طبعا كان تناول وجبه الغداء كانت في تمام الساعه الثانيه، ثم كان توجه وزياره مجلس اداره النادي الاهلي. يتقدموا الكابتن محمود الخطيب الى ملعب مركب محمد الخامس في زياره في غايه الاهميه، مهمه جدا طبعا يا كابتن هاني وجود مجلس اداره النادي الاهلي اللي راح بنفسه يطمن على اماكن جلوس جماهير النادي الاهلي. طبعا الشغل الاكبر اللي بيشغل بال مجلس اداره النادي الاهلي هو توفير كل سبل الامان لبعثه فريق النادي الاهلي وايضا جمهور النادي الاهلي. طبعا الكابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي في امور اتكلموا فيها مع مسؤول الكاف على المقعد والمكان المخصص. طبعا مسؤول الكاف كانوا يعني بيضعوا جمهور النادي الاهلي في جانب وجود جماهير الوداد، لكن المهندس خالد مرتجي اتكلم مع مسؤول الكاف وقال انا عايز جمهور النادي الاهلي يكون في مكان امان ويكون قريب مننا. طبعا زي ما حضرتك عارف، وخليني اقول لك برده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، النادي الاهلي هو الفريق رقم A في الملعب، وهو يعني بعد اجراء القرعه هو الفريق صاحب الارض. طبعا هيرتدي زيه الرسمي في هذه المباراه، فريق الوداد البيضاوي هو اللي هيتم تبديل زي يلعب بالزي البديل. فبالتالي المهندس خالد مرتجي لجأ لهذا الامر، قال انا صاحب الارض، انا اللي اختار المكان. فطبعا الامر ده بيتم التشاور خلال مسؤولي الكاف لتخصيص المكان. يعني كمان ان المكان اللي كان محدده الكاف ب 11,000 متفرج، المهندس خالد مرتجي قال لهم انا ضمانا لسلامه وامان بعثه وجماهير النادي الاهلي انا موافق اخد المكان اللي هو 9,600,000 متفرج، ولكن ده يكون في امان اكتر من جانب يكون جنب مجلس الاداره او جنب اللاعبين. ثم العوده الى مقر الاقامه. في هذه الاثناء مستر بيتسو موسيماني بيعقد محاضره فنيه مع اللاعبين. انت عارف المحاضرات الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، الوقوف على الايجابيات والسلبيات في فريق الوداد البيضاوي، نقاط القوه نقاط الضعف، بيشتغل طبعا على الدوافع النفسيه للاعب النادي الاهلي. اكبر دافع نفسي انك تشتغل عليها كابتن هاني انك ترجع مره تانية، انك زي ما تقول تنافس مع ريال مدريد على العوده للنادي الاكثر تتويجا من البطولات القاريه، حفاظ على البطوله العام الثالث، تحقيق البطوله للرقم 11 باذن الله. طبعا عقب المحاضره هيكون الانطلاق الى الملعب الاتحاد البيضاوي، الملعب اللي اثنى عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادلي لاداء تدريبات النادي الاهلي. عايز اقول لك برضو يا كابتن هاني ان في اهتمام يعني اهتمام شديد جدا من وسائل الاعلام ووسائل الاعلام هنا في المغرب سواء المقروءه او المسموعه، اهتمام ببعثه النادي الاهلي، تامين لبعثه فريق النادي الاهلي. هم بيحاولوا ان هم يعني يوصلوا هذه الصوره، التامين الموجود للنادي الاهلي. طبعا النهارده الخميس تم بدء فتح يعني حجز تذاكر المباراه زي ما حضرتك عارف. طبعا 20,000 للجمهور العام اللي هو ما بين قوسين طبعا جمهور الوداد، 10,000 للجمهور النادي الاهلي. عجبني اول الجمهور العام ده الوداد عجبني ما بين قوسين الجمهور العام ده. اه بالظبط. يعني عايز اقول لك يعني كان ليا يا كابتن هاني في النقطه دي بالتحديد كلام مع الكابتن سيد عبد الحفيظ بالامس في هذه الامر. كابتن سيد قال لي انا كنت عايز الامر يطلع فير، اطلع قول ان هو 20,000 جمهور لجمهور الوداد. صحيح، يعني اطلع قول ان الامر هو محسوم للجمهور الوداد. اه لكن صيغه الجمهور العام يعني الامر يعني ما لاقاش استحسان بعثه فريق النادي الاهلي. الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اتكلم في هذه النقطه قال لك احنا عايزين الامر فير، 10,000 للاهلي 10,000 للوداد، لكن 20,000 جمهور عندي كانت نقطه مهمه جدا طبعا يا كابتن هاني. لكن خليني برضو اطمنك ان في تفاؤل عند اللاعبين، ولكن تفاؤل بحذر، تفاؤل ان شاء الله يعني يومنا يكون لعيبه النادي الاهلي تكون في يومهم معانا ربنا باذن الله في ده المهم يا صلاح. ان شاء الله نعود الى القاهره، لكن مهم جدا زي ما انت بتتكلم
ان اللعيبه قافله على نفسها، الاداره بتشوف شغلها الاداري، كابتن سعد عبد الحفيظ، كابتن محمود الخطيب كرئيس البعثه موجود هناك كمان، يعني كل الناس بتشوف الامور الاداريه وبتوصل لافضل صوره على المستوى الاداري. الجزء الثاني اللي انت بتتكلم فيه الجزء الفني، اللعيبه قافله على نفسها بشكل كويس، في محاضرات فنيه، في تحفيزات، واعتقادي الشخصي التحفيز النفسي بيبقى سهل قوي، واعتقادي كمان اللعيبه كمان من نفسها، ولما اللعيبه بتقعد مع بعض الحوافز كبيره جدا جدا، وانا لو كنت مكان اللعيبه دي كمان الحوافز هتديني يعني دفعه من اللي حصل الفتره اللي فاتت، وان مفيش فير حتى على المستوى، على مستوى الملعب مفيش فير من خلال الكاف، مفيش كل ده صدقني ان شاء الله بيتحول لدوافع، وبيتحول لان شاء الله باذن الله يعني ثقه كمان موجوده عند لاعبتنا. فالصوره لغايه دلوقتي الحمد لله صوره جيده. كنت عايز اسالك على الصحف كتبت ايه، الجرايد كتبت ايه على وصول النادي الاهلي، هل في بعض العناوين ممكن تكون فيها يعني مستفزه شويه للاعبتنا، هل بعض العناوين فيها تشجيع اكيد لفريق الوداد؟ العناوين عناوين الصحافه كان مضمونها ايه يا فاروق؟ نقطة مهمة جدا يا كابتن هاني، يعني اشهر المواقع او الجرايد سواء المنتخب او البطولة اتكلمت على وصول فريق النادي الاهلي، وقالت الاهلي يبحث عن مجد جديد. عايز اقول لك ان الـ يعني الصيغة دلوقتي في الاوساط الاعلامية في المغرب بتميل، يعني انت عارف يعني زي ما بيقولوا كده التنويم المغناطيسي شوية، يعني تناولوا تصريحات وليد الرجراج المدير الفني لفريق الوداد، قال انا بواجه اكبر فريق في القارة الافريقية، الفريق المرشح الاول للبطولة، عنده عناصر مهمة جدا، معاه مدير فني هو الأفضل داخل القارة السمراء، كلها تصريحات يعني تمجيد في النادي الأهلي. طبعا هي قيمة ومكانة النادي الأهلي طبعا كبيرة، ولكن تصريحات يعني بدأت تخرج في الاتجاه ان انا يعني بتخلق دوافع، بيستغلها وليد الرجراج انه عايز يخلق دوافع للعيبة بتاعته. قال الفريق النادي الأهلي والمرشح عنده عناصر كبيرة قوية جدا في نص الملعب، اتكلم على ديانج، واتكلم على السلاية وحمدي فتحي، وايضا اتكلم على محمد شريف، قال له هداف الفريق بستة اهداف. الصحافة أيضا اتكلمت على بدء طرح طبعا تذاكر المباراة، اتكلمت على استعدادات فريق الوداد أيضا في الجانب الآخر، والمعسكر اللي بيقام في بلدة المعمورة في ملعب أو المدينة الرياضية لمحمد الملك محمد السادس اللي بيوفره الاتحاد المغربي. عايز أقول لحضرتك برضو نقطة في غاية الأهمية، الاتحاد المغربي هنا يا كابتن هاني بيوفر كل وسائل الدعم لبعثة أو لفريق الوداد، من توفير كافة الملاعب طبعا مع تأجيل مباراته أمام فريق الرجاء، كل يعني رجال أو كل المسؤولين في الاتحاد المغربي في كل الدعم بكل الصور مقدمة لفريق الوداد. خليني أحسم لك هذا الأمر. طبعا الفريق أيضا هيتمرن على ملعب المركب محمد الخامس ثلاث تدريبات بدءا من الغد الجمعة السبت الأحد، وده أمر موفره الاتحاد المغربي لفريق الوداد البيضاوي. وسائل الإعلام اتكلمت على وصول بعثة فريق النادي الأهلي، واتكلمت على التأمين المشدد لبعثة فريق النادي الأهلي، عملت مقارنة ما بين عمرو السولية ولاعب جبران لاعب فريق الوداد، وقالوا ان الاثنين من العناصر القوة في الأهلي او في فريق الوداد. امور حتى الآن خلينا نتكلم، حتى الآن الأجواء هادئة في الأوساط الإعلامية، حاولت تهدئة، محاولة إبراز قوة النادي الأهلي، خلق دوافع للاعبي الوداد في هذه المباراة. ما فيش شك كمان انا يعني استغربت كمان ان يعني هو فريق الوداد طبيعي جدا بطوله افريقيه ان كل لعيب او كل فريق بيكون ليه تدريبه واحده على الملعب الاساسي، وبالتالي كمان دلوقتي فريق الوداد عنده ثلاث تدريبات على الملعب الرئيسي. انا بتكلم من وجهه نظري الفير في البطولات، انك احنا متعودين الفريق كل فريق ليه تقريبا ساعه ونص على الملعب الرئيسي بيتمرن عليه، وبالتالي كمان اعتقادي زي ما انت بتقول كده كل الاجواء المحيطه بفريق الوداد، كل المغرب واقفه ورا الوداد، حقهم طبعا يعني فرقه من بلدهم بيحاولوا يوفروا كل الوسائل لمسانده هذا الفريق، لكن كمان في اعتقادي علامه استفهام ان طبعا الاتحاد الافريقي كمان يعني اعتقادي الشخصي انه كان لازم كمان يكون موجود فير في الموضوع ده، فريق الوداد ليه تدريبه واحده والنادي الاهلي ليه تدريبه واحده، وبالتالي كمان بعض الامور. لكن انا بتكلم بعيدا عن اللعيبه، بعيدا عن تركيزنا، بعيدا عن
دوافعنا. انا بتكلم كمان في الشان الاداري كل دوت ان شاء الله يا فاروق. يعني احنا الاول بنشكرك شكرا جزيلا طبعا على كل المعلومات وتواجدك هناك مع بعثتنا، وان شاء الله على تواصل دايما معاك نطمن على فرقتنا. شكرا جزيلا فاروق صلاح من المغرب. لكن خلينا نتكلم على النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين على مستوى مجلس اداره تقريبا كل مجلس اداره هناك، كابتن محمود الخطيب، مهندس خالد مرتجي، حسام غالي، وكل كابتن سمير عدلي بيقوموا زي ما حضراتكم شايفين بالامور اللي بتحاول بقدر الامكان ان تحقق العداله. زي ما فاروق قال لنا الجماهير هتكون موجودة فين، ده مهم جدا. وطبعا المهندس خالد كمان كان عنده نقطة مهمة جدا، هو قال لك لا بدل ما يكون 11,000 موجود وسط جماهير الوداد، لا انت ممكن تديني 9,000 مقعد يكون مؤمن بشكل جيد. ده مجهود. شايفين حسام غالي ككابتن طبعا النادي الاهلي سابقا وعضو مجلس الاداره كمان موجود وبيتكلموا وبيتناقشوا. كل الامور ديت امور اداريه، صدقوني مهم جدا الكلام دوت، ان اللعيبه تحس ان الناس بتشتغل عشانهم. مجلس الاداره ما بيبخلش يعني بمجهود لمسانده الفريق بالشكل اللي يقدر عليه. كل الصوره ديت والصوره الاهم ان شاء الله على عاتق اللعيبه والجهاز الفني داخل المستطيل الاخضر. كل اللي بنشوفه ده ملعب قد ايه، السعه قد ايه، الجماهير اللي داخله قد ايه، كام جماهير النادي الاهلي، كام جماهير الوداد، كلها بتكون حول المباراة. ولكن أكيد مهم تواجد الجماهير بشكل كبير، أكيد أكيد يكون عندنا عدد كبير من الجماهير، ده مهم جدا. لكن صدقوني لو الأمور وصلت لأن النادي الأهلي يلعب وسط كل الاستاد جماهير الوداد، النادي الأهلي إن شاء الله قادر على الفوز بهذه البطولة. إحنا عندنا خبرات كبيرة جدا في هذه البطولة، لعيبة عندها حب كبير جدا جدا للتيشيرت النادي الاهلي، عندها حب لجماهيرها كبير جدا، عندها دوافع كبيره جدا. انجاز يا رب ان شاء الله يتحقق 3 بطولات افريقيا، مش هقول لك ده على التوالي في سنه ونص، يعني لو حسبتها هتلاقي يعني تقريبا سنه وثمان شهور احنا بناخد 3 بطولات افريقيا في انجاز. اعتقد ان هو مش هيتحقق تاني ان شاء الله، يتحقق ان شاء الله يوم الاثنين. فباذن الله المجلس الاداره بيقوم بكل اللي يقدر عليه بره الملعب من خلال يعني يوصلوا احسن صوره للعيبه. وكمان الاهم ان شاء الله باذن الله هو الملعب المستطيل الاخضر ان شاء الله، مجهود اللعيبه ان شاء الله، تركيزنا، الروح العاليه اللي متعودين عليها، توفيق الجهاز الفني بقياده موسيماني ان شاء الله في اداره المباراه، كل ده ان شاء الله باذن الله يكون يوم الاثنين. ويا رب كلنا نفرح باذن الله بهذا التتويج. قبل ما اروح فاصل كمان في خبر كان مهم جدا، هو اعلان نادي طبعا ارسنال تجديد عقد لاعبنا النجم محمد النني. حضراتكم عارفين ان العقد كان هينتهي خلاص في شهر 6 القادم، لكن ارسنال طبعا نشر بيان رسمي اعلن فيه تجديد عقد محمد النني طبعا دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد. طبعا بحسب ما ذكرته صحيفه طبعا ستاندرد الانجليزيه، عقد النني مع النادي الانجليزي ان شاء الله مع ارسنال يمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. النني طبعا 29 سنة، النني حضراتكم عارفين هو يعني انضم للأرسنال من 2016 وطبعا كان موجود في بازل. والنني بصراحة هذا السيزون بيقدم موسم أكتر من رائع. يوم من الأيام في أحد المباريات كان كابتن الأرسنال، ده دليل على ثقة المدرب وثقة اللاعبين فيه. خلال الجولات الأخيرة الهامة جدا جدا في وصول أرسنال لمقاعد الشامبيونز ليج كان النني متواجد كأساسي في أكثر من مباراة، كان النني أفضل لاعب في الأرسنال في هذه المباريات الهامة جدا جدا. فبنقول مبروك للنني، مبروك لينا كمان كمنتخب مصر، عندنا نجم كبير اسمه محمد النني بيجدد التعاقد مع الأرسنال. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنستقبل ضيفنا النهاردة طبعا الناقد الرياضي المتميز محسن لملوم، نتكلم على كل حاجة والكرة الأوروبية، ونتكلم كمان عن مباراة إن شاء الله الحلم بالنسبة للمصريين وبالنسبة للنادي الأهلي، وإن شاء الله الحصول على البطولة الأفريقية الثالثة على التوالي وال11 في تاريخ النادي الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بضيف النهارده في المحترف الناقد الرياضي المتميز محسن لملوم. مساء الخير عليك يا محسن. مساء الخير يا كابتن، منورنا. بنور حضرتك.
مباراه عندنا مباراتين حلم. طبعا طبعا مشجعي ريال مدريد يوم السبت امام ليفربول، وطبعا مشجعي النادي الاهلي ومباراه الوداد المغربي. قبل ما اتكلم في المباراه والفنيات، عايز اكلمك واخد رايك في الاجواء ما قبل المباراه، اجواء اللي كانت موجوده هنا في مصر، الاجواء موجوده هناك في المغرب، الاجواء على مستوى الاتحاد الافريقي، ورايك في الاجواء ديت، واحنا بنشوف العكس تماما على المستوى الاوروبي، قد ايه الاجواء بتكون فيها الفير بلاي بشكل كبير جدا، ب يعني اختيار ملعب النهائي يمكن من قبل البطوله او بعد البطوله باسابيع اولى. عايز اخد رايك في اجواء ما قبل مباراه الاهلي والوداد. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، حابب اقول لحضرتك ان للاسف الكره الافريقيه مش هتتغير، الكاف هيفضل طول عمره كده، مش عايز اقول فساد لكن طول عمره يدار بهذا الشكل. يعني ان هو عشان الناس بس ما تقولش ان احنا بنجامل مثلا النادي الاهلي على حاجه، لكن باي حق، حتى بعض الاعلاميين المغاربه وانا متابع الصحافه المغربيه بيتكلموا ان النادي الاهلي عنده حق ان هو يطالب بحقه في قصه ان تم تحديد الملعب عقب مباراه الذهاب في نصف النهائي، بعد ما تاكد خلاص ان تقريبا الاهلي والوداد، او بعد ما تاكد الوداد اكتر يعني فريق مغربي. ليه ارجعت الاعلان حتى الوقت المتاخر، في حين ان السنه اللي فاتت انت اعلنت ده مبكرا، فبالتالي اي حد كان خلاص يا جماعه اي حد هيتاهل هيلعب في المغرب سواء فريق مغربي او مش مغربي، وبالتالي النادي الاهلي حتى لعب كذا في جنوب افريقي في ملعب محمد الخامس في الضرب ده. المره دي ليه اجلت الاعلان لحد وقت متاخر بحيث ان انت تاكدت ان فريق الوداد هو اللي تاهل. طبعا واضح تماما ان الكاف هو اللي بيجامل او بيلعب حسب الهواء، حتى هو كملها بالكوميديا بتاع امبارح لما قال لك 10,000 للوداد و10,000 تذاكر يعني للاهلي و20,000 جمهور عام. جمهور عام ده منين؟ ما هو الماتش جمهور عام ده لو بتلعب على ارض محايد. لو في السنغال يبقى واحد سنغالي عايز يحضر نهائي دوري ابطال افريقيا، انا مصري مثلا ولا قدر الله مثلا فريق مغربي وفريق تونسي بيلعبوا مثلا في مصر، مش مصري طبعا يعني مش فريق مصري موجود، أيوة. وانا مثلا عايز اروح احضر النهائي، فده جمهور عام، لا هشجع ده ولا هشجع ده، حتى كنت بميل لحد، لكن ده ما يطلق عليه جمهور عام. لكن مغربي جمهور عام ازاي يعني لما يكون جمهور؟ ما هو طبعا اكيد جمهور الوداد يعني طبعا عبث دائم، عبث دائم طبعا. الكاف بصراحه يعني على الرغم يا محسن دايما كنا بنتكلم ان خلاص يعني فتره بنقول ان الكاف بيطور مسابقاته، ان الكاف ولا يطور عقليته. برافو عليك. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو ليه بيعمل كده؟ يعني خلينا نتكلم بصراحه والكلام على مسؤوليته، ان هو عايز يعني كلنا اعترفنا ان الوداد ظلم في نهائي دوري ابطال 2019 في مباراه رادس الشهيره والفار والفضيحه اللي حصلت وهدف وليد الكارت اللي اتلغى والقصه اللي احنا عارفينها. اوكي مفيش مشاكل، انت ما عرفتش تعوضه ساعتها، ما عرفتش تعيد له المباراه، ما عرفت يعني من خلاص كان طلع حتى قرار ممكن المباراه تعدي في النهايه ما قعدتش وفاز الترجي ساعتها. طب انت تظلم فريق اخر ليه؟ يعني انت جاي على فريق اخر. أيوة خلاص، والمفروض الاخطاء يعني انت مش عشان تصحح خطا بخطا يعني هو كان في خطا دلوقتي بتخليهم اثنين، خلاص انت تصحح بقى من خلال من خلال تعديلك في المسابقه، من خلال ارتفاع بالمستوى الحكام يعني، لكن ما تجيش واعتراف بالمناسبه مش كلام، ده اعتراف رئيس الوداد لما قال لك هم قالوا له طب عد المره دي واحنا نجاملك في البطوله القادمه. طبعا الكلام طبعا ده على لسان رئيس نادي، مش كلام مشجع، ده رئيس نادي وكان في التلفزيون المغربي الرسمي كمان. فبالتالي الوداد عايز يعني الكاف عايز يسهل الموضوع شويه للوداد. طبعا مش بقول انه ضد الاهلي، لكن هو اي حد يعني هو كان في خطا لصالح الوداد في 2019 باعتراف الجميع، حتى احنا كمان كنا معاهم في القصه دي، لكن لان ده الحق، مش احنا معاهم عشان بنجامل حد، ده الحق. فانت النهارده عايز ترجع ده، عايز تعمل تسهيلات. طبعا هو حظه العسر ان هو ضد النادي الاهلي، يعني كان الكلام ده كله كان هيبقى على حساب النادي الاهلي اللي هو النادي الاكبر في افريقيا الاكثر تتويجا وامور كتيره. فالنادي الاهلي باللي عمله ده كله قدر عشان لا يلام مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ان هو يبحث عن حقوقه، اللي عمله ده كله صعد للكاف. وانا بقول لحضرتك لا الكاف هيجيب حق، لا الفيفا لا المحكمه الرياضيه هتعمل حاجه ولا الكاف ولا حد يعمل حاجه خالص، بس هو النادي الاهلي نجح ان هو يسلط الاضواء على المباراه بشكل كبير جدا. واولى التسليطات دي ان هو لم يعين لها بكاري جسامه، وبكاري جسامه لما استبعد من مباريات نصف النهائي كان بيعد ان هو يجي في مباراه النهائي، وبدليل ان هم جوميز حكم مباراه نصف النهائي اخر صحيح. مباراه اللي هي كانت الوداد وبتروتلكو حكم النهائي، لان هو حكم طبعا افضل حكم في القاره، حكم جنوب افريقيا طبعا. بعض الناس يقول لك هو مجرد وجوده في نصف النهائي ده كمان ما بين قوسين اشاره بالظبط، اشاره ما هي معروفه حتى في عالم التحكيم اسال حركه صحيح. اي حكم يقول لك في حكم بيتم استبعاده برغم انه كفاءه مثلا او كويس، يستبعد مثلا من اربع ماتشات بتاع نصف النهائي ليه؟ عشان ده بقى اللي جاي كلهم يبقى عارفين بينهم وبين بعض. فخلاص كان بكاري ده، وانت عارف بكاري طبعا الراجل يعني اكتر حكم مستفز في العالم بصراحه يعني.
فكان لولا ضغط النادي الاهلي او مش ضغطه ببحث عن حقه هم اعتبروه ان ده ضغط خلاص، فخلى الاضواء حتى لو جاب بكاري جسامة نفسه خلاص هو يتحط تحت ضغط. يعني ايه لما منتخب مصر اعترض على بكاري جسامة في مباراه نصف نهائي كاس الامم الافريقيه قدام الكاميرون صاحبه الارض والجمهور وهو ما قدرش يعمل حاجه، يعني حتى الراجل كان نفسه ان منتخب مصر يتغلب لكن هو ما قدرش يعمل حاجه، بنت مش كلامي بنت في ضربه الجزاء الاخيره لما تصدى لها ابو جبل لما هو قال لا وبعدين راح مكمل يعني. ومع ذلك خلاص فانت النهارده بس انا ما يهمني في المباراه دي انت ابعد اللعيبه تماما تماما عن القصه. انا زي ما بقول لك يمكن الصوره اللي قدامنا كمان يا محسن المجهود الكبير اللي بيقوم بيه طبعا بعثة طبعا النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. انا دايما بقسمها جزئين، جزء المستطيل الاخضر وانا بالزبط. في اعتقادي ده هو الاهم بالزبط. ده العامل الاهم صحيح. ولكن كمان كان مهم جدا المجلس الاداره يثبت للناس كلها ويثبت للعيبه انه بيشتغل انه بالزبط. بيجيب لك حقك عشان لا يلام ورفع للمحكمه الرياضيه الكاس وطالب الكاس وقدم وعمل كل حاجه وطالب انا انت مالك يا عم ان شاء الله ابعت انا 500 واحد بس انا اديني نصيبي، بس هو بيعمل عشان يبقى طالب بحقه لكن في النهايه لا يلام وبيحافظ على حقوق النادي الاهلي، لكن ده لازم يبقى بعيد عن اللعيبه لان لو اتكلمنا فنيا وانا مش ما اقدرش اتكلم فنيا زي ناس كتير، لكن خلينا اقول اخر مباراتين للوداد على ارضه بصراحه كان يعني بصراحه كان سواء سيء جدا. هتقول بيترو اتلتيكو مثلا تعادل 1-1 لانه كان فاز بره 3، لكن ماتش بلوزداد كان فاز بره 1-0 لكن على ارضه كان متعثر بشكل كان ممكن لحد الدقيقه 95 كان في ضربه جزاء كان ممكن تحتسب، يعني ممكن وممكن ما احتسبتش لكن كان ممكن يحتسب كان ممكن يسجل فيه هدف ويخرج من البطوله. فهو على ارضه في وجهه نظري ان اقامه المباراه على ارض الوداد هي ضغط على لاعبي الوداد اكتر نظرا لخبرات لاعبي النادي الاهلي اللي ما بيفرقش معاهم خالص نهائي تماما ان هو يلعب في ارض المنافسه او مش المنافسه، القصه دي مش بتاعتنا خالص. حتى لو الجمهور مش 40 ولا 45000 حتى لو 145000 وما فيش ولا مشجع من النادي الاهلي القصه دي ما بتفرقش مع النادي الاهلي بخبراته بالتاريخ الكبير. يكفي ان هو بيبحث عن يعني الرقم 3 هو العنصر المشترك ما بين الاهلي والوداد في المباراه دي، الثالثه ما بحث عنها الفريقين، الثالثه في تاريخ الوداد والثالثه على التوالي النادي الاهلي اللي هو طبعا لو فاز بها ان شاء الله تبقى ان شاء الله باذن الله يبقى ال 11 في تاريخه. فالامور دي كلها مش هتفرق بشرط ان يكون اللاعيبه ان شاء الله في يومهم ومركزين، وطبعا لعيبه الاهلي ياما تعرضت للمواقف دي فما عندهمش يعني ويعتبروها ان 0-0 هنا في القاهره والماتش او حتى 1-1 عشان لا هو طبعا يعني حتى على مباراه واحده ما احنا يعني دايما بقول ان انا عارف ومتاكد ويمكن على مستوى النادي الاهلي اللعيبه الموجوده عندها من الخبرات انها بالزبط. تفصل نفسها بشكل او باخر الاجواء الخارجيه ما بتاثرش على اللعيبه، ودايما بقول المستطيل الاخضر هو الاهم، مجلس الاداره بيقوم بدوره اثبات موقف وحق النادي لازم يكون موجود والوصول لابعد نقطه دي جزئيه، ولكن صحيح. استعدادنا بقى داخل المستطيل الاخضر بالظبط. تفتكر المباراه الاخيره كان بدايه شراره كانت مهمة جدا لرجوع الروح، مش هقول رجوع الروح لأنها ما غابتش، لكن كان مهم جدا إنك تكسب المباراة ديت بعد سلسلة من التعادلات والأداء المهتز؟ بالظبط يا كابتن، كان توقيت مهم جدا عشان اللعيبة ما تحبطش شوية، يعني أنا حتى لما النادي الأهلي كان بيتعثر في مباراة الدوري وراح أعتقد اتهزم المصري قبل مباراة الرجاء، كنت شايف إن بصراحة كويس إن ده حصل عشان بيبقى في استنفار عن اللعيبة إن ما تغلبش ماتشين ورا بعض، إن أنا مستواي مثلا بيتعرض في تذبذب فالناس بتقول فيجي الناس بتهاجم النادي الأهلي وضعيف وضعيف فبيجي منتفض. يمكن هذكر حضرتك بنهاية 2006 في رادس قدام الصفاقس التونسي، كان ساعتها النادي الاهلي متعثر جدا حتى في بطوله افريقيا نفسها، كان دايما بيتقال عليه اهلي الشوط الاولاني يسجل وفي الشوط الثاني بيتراجع، يسجل في الاول والشوط الثاني يتراجع فبالتالي يخسر يتعادل يفقد نقاط، لكن هو عمل العكس استنفر حتى الماتش الاولى كان هنا كان اتقدم 1-0 وبعدين كان هدف ابو تريكه وبعدين الصفاقس تعادل وانتهت 1-1 وكان فعلا الاهلي سيء في الشوط الثاني وكان ممكن كمان يخسر 2-1 لكن راح هناك وانتفض رد برد واحد بس جاب جون في الدقيقه 91 او 92 بهدف ابو تريكه الشهير اللي هو بقى انا اهلي ما فيش حاجه اسمها شوط ثاني وشوط اول قدر يرد بده. فكان مهم ان ده يحصل في ماتش انبي تحديدا في كذا رساله، اولا اللعيبه يبقى فيه نوع من الطمانينه شويه ما يبقاش فيه توتر بخصوص صحيح. الدوري وعارفين بقى قصه اللي هيتاهل من الدور الاول لبطوله افريقيا يعني القصه اللي فيها شويه بعض الجدل دي فيبقى فيه اريحيه للعيبه كمان، وبعدين بعد كان يبقى اربع ماتشات بدون فوز فده مهم كمان. مهم ان النادي الاهلي لحد الدقيقه 95 مغلوب 1-0 المباراه بتنتهي 2-1 الرجوع تاني للمباراه والسيناريو المباراه انت عارف لو كنت كسبان لك رساله انت لو لا قدر الله تاخرت برافو عليك مش مشكله خالص حتى لو النتيجه خلصت قصدي عفوا المباراه بقت 90 دقيقه ودخلنا في وقت اضافي ده النادي الاهلي وياما عملها كتير البلس 90 عن النادي الاهلي اللي هو ما فيش حظ في الكوره هو في ليه حظ يعني ليه مثلا اقول الكابتن هاني محظوظ وانا مش محظوظ ان هو راح كتير اذا مش حظ انت بتصنع حظك
هو ده قصه حظ مش حظ يعني مش اصل اديني حظ بعض اللي ما بيحبوش الاهلي يقول لك اديني حظ الاهلي حظ يا عم هو راح كتير وراح كتير فوفق في واحده من 10 يعني الارقام كتيره دي بتفرق معاك يعني هو اللي سعى هو اللي عمل عشان كده مثلا في الدقيقه 94 وفق علي معلول بهدف ووفق بعدها بهدف هدف فوز رغم ان هو كان لم يكن افضل لاعب النادي الاهلي في المباراه خلينا نقول يعني انه كان بصراحه كان اداؤه سيء جدا لكن في النهايه قدر يعمل ده فده بيدي رساله للاعيبه قبل الجمهور ان انتم ما فيش اي مشاكل خالص المباراه ما يبقاش فيه توتر ما فيش فيه اعصاب امتصوا حماس جمهور الوداد اللي هيبقى طبعا ده طبيعي جدا ما فيهوش اي مشاكل ولا خلاف عليه وانت تقدر يقدر تصدر انت فيما لو ان شاء الله النادي الاهلي امام المباراه ان هو يبادر بالتسجيل عشان يبعتر اوراق الوداد ووليد رقاب دايما دايما محسن المباريات النهائيه بيبقى ليها طابع خاص وحسابات خاصه تفتكر مشوار الفريقين ممكن يكون ليه زي الناس ما بتقول بعض الناس يقول لك ملامح البطل بتظهر من خلال مشوار الفريقين في البطوله ولا انت مع وجهه النظر الثانيه تقول لك لا ايا كان مشوار النادي الاهلي او الوداد المباراه النهائيه مباراه ليست لها بالظبط يعني انا مع الراي ده المباراه لها حسابات خاصه والا مثلا لما تشوف مثلا في دور المجموعات النادي الاهلي طالع تاني ومغلوب ذهابا ايابا من سان داونز وكل الاوائل يمكن لو تذكر ما نجاش منهم الا الوداد الرجاء كسر خرج الترجي خرج سان داونز نفسه خرج اللي كان افضل فريق في دور المجموعات يمكن فقد نقطتين فقط بالتعادل مع المريخ وفاز كل الماتشات الخمسه اللي باقيين لي فوز 5 من 6 ففي النهايه الماتشات المباراه النهائيه لها حسابات خاصه الدي اوف بتاع اللعيب اللعيب يبقى موفق النهارده مش موفق بتحصل يعني عشان كده يعني ان شاء الله انا متفائل بتفوق النادي الاهلي لانه عنده من الخبرات الكتير يقدر يتعامل مع المباراه النهائيه وجمهور ما جمهورش القصه دي مش بعيده ممكن من اقل من شهر كان بيلعب فريق الرجاء المغربي بص يا بدر محسن من خلال طبعا قناه النادي الاهلي ودايما في ظهر فرقتنا ودايما هي نبض جماهيرنا طبعا الهاشتاج والترند يعني ترند رقم واحد حلم الحادية عشر حلم طبعا. الحداشر ده ترند على مستوى الأرقام رقم واحد وزي ما بقول لحضراتكم النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي دايما هي اللي يعني هي نبض جماهيرنا وهي يعني زي ما بنقول مراية ما يحلم به جماهير النادي الأهلي وطبعا ترند رقم واحد حلمنا ده طبيعي يعني حلم يعني طبيعي. أنا دايما بتكلم على ويمكن في الانترو اتكلمت على فرق طموحات الفرق طموحات الطموحات تجديد الطموح خلي بالك ده شيء صعب جدا جدا ان يكون بيحصل حاله من التشبع للعيب برافو عليك الاهلي كتير كان دايما يعني بيخسر بطولات سهله جدا بسبب حاله التشبع الاهلي مثلا خرج قدام سانتوس الانجولي مثلا كان خسر 3-0 اعتقد 2009 بسبب 4 نهائيات افريقيا ورا بعض دوري ابطال وفاز منهم ب3 فبيحصل حاله من التشبع لدى اللعيبه لكن انت بتجدد الطموح ان انت نادي الاهلي النهارده طموحه ان هو ياخد البطوله دي 3 مرات ورا بعض عشان يعادل رقم انجاز زيدان وريال مدريد لما عمل ده في دوري ابطال اوروبا صحيح الاهلي قبل كده صعد لكن لم يوفق يعني وكان قبل كده يمكن كان 6 نهائيات في الثمانينات ورا بعض لكن ما بين دوري الابطال وما بين ابطال الكؤوس وقتها صحيح. يعني لكن المره دي في دور الابطال فقط فتقدر ده طموح متجدد يعني ده يعني وده مهم جدا 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 وخلي بالك الموضوع مش سهل طبعا انك كل لعيب يجدد طموحه ودايما يكون عنده شغف اكتر للبطولات ده شيء مش صعب لكن يتواجد ودايما بقول في يعني دي جينات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي نطلع لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه مع المحترف اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف محسن اتكلمنا عن مباراه النادي الاهلي وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا يوم الاثنين باحراز ان شاء الله البطوله لكن كمان كان في بطوله جديده كان منظمها الويفا طبعا كلنا عارفين بطوله الدوري المؤتمر الاوروبي اللي فاز بيها روما مع طبعا مورينيو على فاينورد الهولندي 1-0 شفت المباراه ازاي وتاثيرها تاثيرها ازاي على شخصيه مورينيو على بعد انطفاء شويه مورينيو بالانتقال من البريمير ليج للسيريا شايف ده يعني شايف ده ازاي يعني هو بصراحه البطوله لا تقارن طبعا لا بدور الابطال ولا باليوروبا ليج لكن هي يعني ممكن نختصرها في حاجتين في ان نادي زي نادي روما نادي كبير طبعا بيفوز ببطوله قاريه والاهم من نادي روما بصراحه مورينيو اللي هو الحدوته بتاع البطوله كلها ان هو لرابع مره مع او مع نادي رابع يعني في تاريخه ان هو لاول مره يشترك مثلا في دوري الابطال كسبها اول مره في دوري الاوروبا ليج كسبها اول
البطولات القاريه في اوروبا يعني. هو الوحيد اللي كسبها طبعا، ده شيء يحسب ليه، لكن هو البطوله بشكل عام مش يعني مش عايز هجمه، بس هي مش قويه. بالدليل الناس مثلا ايه بدات تتابع في الاخر، ان يعني الى حد ما في نصف النهائي مثلا، لما مثلا روما طلع ليستر حاجات كده يعني. يعني شايف ما لهاش افاده على المستوى الفني، ولكن الافاده على المستوى التسويق بس بالظبط، مش اكتر من كده. بدليل ان انت دور المجموعات كان فيه مثلا نتائج كارثيه، ان ما هو روما اتغلب 6 تقريبا، اتغلب 6 من فريق النرويجي وكمل وصل النهائي، بس ما حدش بياخد باله قوي يعني ايه النتيجه، بس الصداع الكبير ممكن تاخد بالك، لكن مش هتلاقي حد مركز مع مجموعات، مع ربع نهائي، مع نصف نهائي. الى حد ما يعني نصف النهائي بس، عشان فيه برضو فريق كبير بقيمه روما، نادي العاصمه في ايطاليا، وفريق ومدرب كبير زي طبعا سبيشال وان مورينيو. لكن لو كان مثلا ده فريق وسط مع فاينورد بصراحه كانت هتبقى الدنيا اضعف شويه، لان حتى اختياراتها بتلاقي حتى من المستوى الاول للمستوى الخامس مش عارف ياخد ممثل واحد من الدول دي، يعني لها نظام معين كده. طبعا للاسف هي لا تضاهي طبعا، انت عندك مثلا دوري ابطال اوروبا متفرج على دور المجموعات، طبعا يعني بيبدا معاك من دور المجموعات ليفل مختلف، ليفل مختلف وعمليه تسويقيه مختلفه، لكن بالزبط. كبطوله لسه في يعني حديثه الولاده زي ما بيقولوا، اول سنه ويفوز بيها. والغريب كمان ان روما اسم كبير جدا في السيريا لكن يعتبر الاول فوز صحيح بطوله قاريه، بطوله اوروبا، بطوله المؤتمر بالظبط، لان هو حتى روما طبعا يعني حظه الوحش ان هو في الكاليتشو معاه يعني هلال معاه في البطوله، يعني ليفنتوس كان بيستحوذ لفتره طويله، ثنائي مدينه ميلانو سواء انتر ميلانو او اي سي ميلانو اللي فاز بالدوري مؤخرا، يعني هم دول طبعا في وجودهم بيبقى صعب بصراحه ان فريق زي روما او حتى لاتسيو يقدر ياخد معاهم بطولات، لكن بلا شك فريق كبير، ودي بطوله بصراحه فرحت الجميع حتى لو مش من محبي نادي روما، لان النادي كبير، اسمه كبير، يستحق ان هو كان بيلعب له طبعا محمد صلاح، كان بيلعب له قبل كده احمد حسام ميدو، يستحق طبعا ان هو بنفرح له لما بياخد بطوله. الانديه الكبيره دي او الانديه الجماهيريه الشعبيه بتبقى انت مايل لها اكتر، مع احترام طبعا لفينورد، لكن بتميل اكتر لروما الاسباب اللي قلتها، وكمان عشان جوزيه مورينيو. البطوله طبعا في اول سنه معقوله، ما اقدرش اقول سيئه ولا حلوه، معقوله الى حد ما. تفتكر هيكون ليها يعني تبعيات على مستوى هل رجوع، وكان في بعض الاخبار كده بيتكلموا ان نيوكاسل كان بيتفاوض مع مورينيو، انت حضرتك طبعا عارف طبعا البنك نيوكاسل موضوع تاني، المستثمر السعودي كان على تواصل مع مورينيو، ده رومرز يعني ما بين قوسين كده اشاعات، برضو عايز اعرف هل ده ممكن جدا ان هذه البطوله تساعد طبعا لعوده بريق مورينيو مره ثانيه وعودته للبريمير ليج؟ طبعا بدون شك، هو بصراحه المفروض مورينيو يدرب فريق اكبر شويه من روما ان بقي في ايطاليا، او يروح بقى دوري الاسود بصراحه، دوري طبعا كان مع في الدوري الانجليزي، كان قبل كده طبعا كان مع توتنهام، كان مع مانشستر، لكن ظروف الفرقتين بصراحه ما شجعوش اي مدرب ان هم يعملوا حاجه بكل امانه. لكن عندنا طبعا يمكن شايف انت مثلا حركة مانشستر سيتي خد الدوري، ومع ذلك يورجن كلوب افضل مدرب، لان ما تقدرش تيكر ده طبيعي. مع ان طبعا مع كامل احترام لبيب جوارديولا، لكن يورجن كلوب افضل مدرب في الدوري الانجليزي، لانه نافس خسر الدوري الانجليزي لحد اخر لحظه بنقطه وحيده، بطل كاس الاتحاد، بطل كاس الرابطه، نهائي طالما جبت كمان سيره الدوري الانجليزي وليفربول، وكان يورجن كلوب هو يعني افضل مدير فني في البريمير ليج السنه دي رغم خسارته للقب. يسعدنا موجود معانا النهارده جيرارد نوس عبر سكايب، طبعا الاسباني المدير الفني لعده انديه بصراحه، وكان المساعد طبعا لبينيتيز ده طبعا في ليفربول ايام طبعا كبيره وبطولات كتيره جدا، كمان على مستوى التدريب كان مدرب في الدوري الاسباني، كان مدرب في الدوري الانجليزي مع برايتون، كمان كان ليه كمان جولات في افريقيا من خلال منتخب غانا، حاليا هو المدرب المساعد للمدير الفني للمنتخب اليوناني. طبعا جيرارد نوس بنرحب بيك على قناه النادي الاهلي. مساء الخير على الجميع، وشكرا لتوجيه الدعوه لجيرارد نوس. انا فخور بوجودي على قناة النادي الأهلي، لأن أعلم الأهلي جيدا، أعتقد أن الأهلي هو الفريق الثاني أكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم، وهذا شيء يدعو للفخر.
أتمنى في يوم من الأيام أن أحضر إلى النادي الأهلي وأحضر إلى مصر. النادي الأهلي شرف وفخر كبير لأفريقيا، وهذا ما جعلني أتقبل الدعوة بالظهور على شاشة النادي الأهلي، ولهذا أستغل الفرصة. أتمنى أن الأهلي يفوز بالإثنين القادم وينافس ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم، وهذا يجب أن يخسر ريال مدريد إن شاء الله بإذن الله. طبعا كلنا نتمنى فوز النادي الأهلي، وطالما يعني أكيد متابع لي طبعا بطولات النادي الأهلي واسم النادي الأهلي اللي أصبح على الخريطة العالمية، هاخد رأيه سريعا في موضوع اختيار الملعب. هل يعني من خلال خبراتك الكبيرة في الدوري الأسباني والإنجليزي، ومن خلال وجودك مع بعض المنتخبات سواء أفريقيا أو على مستوى أوروبا مع المنتخب اليوناني، هل صادفت ان يعني ملعب النهائي في البطولات القاريه يتم اختياره في نصف النهائي؟ فعايز اعرف تعليقك كمان على اختيار ملعب طبعا المباراه النهائيه امام الوداد المغربي. Yes, I got surprised when I got the news. انت على حق كانت مفاجاه لي، لأن هذه المباراة يجب أن تلعب على ملعب محايد وليس ملعب يوجد فيه أحد أطراف النهائي، خاصة أن هذا الملعب أقيمت عليه مباراة الفاينل العام الماضي. هذا لا يحدث في أوروبا ولا يحدث في أي دولة في العالم ولا أي قارة في العالم. كانت مفاجأة بالنسبة لي، وهذا ما قام به جمهور النادي الأهلي، لأننا تابعنا هاشتاج جمهور النادي الأهلي وهو يدافع عن فريقه. لست سعيد برؤية هذه الأشياء تحدث في قارة أفريقيا، لكن تم اختيار ملعب المباراة والأمر انتهى. لكن هذا الشيء لا يجب أن يحدث 100% في العالم، لا يحدث هذا الشيء. لكن هناك عدم عدالة، لأن الأهلي لن يلعب بكامل جماهيره، وهذا الشيء أهم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، لأن جماهير الأهلي عنصر كبير في بطولات النادي الأهلي. سيحرم الأهلي من جماهيره، وهذا يعطي فرصة كبيرة للفريق صاحب البلد والمضيف. أنا متأسف لذلك. طبعا الفير بلاي اعتقد مش موجود، لكن انا باكد لك ان شاء الله باذن الله. اكيد انت كمان سمعت عن روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي ولعبته، ان شاء الله بنتغلب على كل الصعاب ونفوز بهذه البطوله. بطوله مهمه جدا هروح بيها كمان لاجواء البريمير ليج، وانت طبعا كنت مساعد يعني مدرب في ليفربول. عايز اعرف في رايك في تتويج السيتي في يمكن ال 15 دقيقه الاخيره من عمر البطوله في البريمير ليج، واداء ليفربول مع يورجن كلوب خلال السنوات اللي فاتت. اعتقد ان مانشستر سيتي وليفربول كان يستحق ان يتقاسم اللقب، لكن مباراة السيتي وريال مدريد هي من جعلت السيتي يفوز بلقب البريمير ليج ويقاتل على البريمير ليج، لأن كان صعب بالنسبة لمدرب السيتي أن يخرج خالي الوفاض بعد الخسارة الكبيرة والمفاجأة أمام. لكن ليفربول، وصول ليفربول أيضا للفاينل في آخر الأوقات، الحديث في ليفربول أصبح كثيرا عن فاينل دوري أبطال أوروبا، وهذا ما أفقد تركيز الفريق الإنجليزي، وشاهدنا ذلك في مباراة أستون فيلا، وهذه غلطة كبيرة من مدرب الفريق والإعلام الإنجليزي. تحدثوا كثيرا عن فاينل دوري أبطال أوروبا وهم ينافسون على لقب البريمير ليج. السيتي استحق البطولة عن جدارة، لكن العدالة تقول أن إذا كنت أنا من أقرر ذلك كنت سأتقاسم، لكن أنا سعيد لفوز جوارديولا بلقب البريمير ليج. طيب أنت شايف من العدالة كمان كان طبعا وجود طبعا محمد صلاح في البريمير ليج، وخاصة في ليفربول، بيضيف أشياء كثيرة جدا جدا لنجمنا محمد صلاح لليفربول، وكمان للكرة المصرية بشكل كبير جدا. طبعا حصول محمد صلاح على طبعا هداف البريمير ليج للمرة الثالثة مناصفة طبعا مع سون نجم توتنهام، شفت ده ازاي؟ وشفت تألق محمد صلاح في البريمير ليج ازاي خلال الفترات اللي جاية؟ وكمان عملية التجديد، هل أنت مع وجود محمد صلاح واستمراره في ليفربول، أم الانطلاق وتجربة جديدة على سبيل المثال في ريال مدريد؟ فأول شيء محمد صلاح هو التوب
لأن محمد صلاح يفعل أشياء خارقة، قام بتسجيل العديد من الأهداف الرائعة. محمد صلاح يساعد فريقه ويقود فريقه في المباراة الكبرى. لاعب يتحدث عن نفسه وإنجازاته لما يتحدث عنه. حصول صلاح على لقب الهداف لثاني مرة ليس من فراغ. أعتقد وأتمنى أن يبقى محمد صلاح في ليفربول، لأن محمد صلاح في ليفربول فاز بالعديد من البطولات وسوف يفوز بالعديد من البطولات معهم. محمد صلاح يلعب في العديد من مناطق الملعب ويستطيع أن يفعل الفارق، لأن صلاح خلق لكي يفوز في ليفربول بالتايتلز بالبطولات. محمد صلاح only one، محمد صلاح فريد من نوعه. أعتقد أن محمد صلاح يجب أن ينقذ هذا السيزون، هذا الموسم بالنسبة له، وأتمنى أن يتوج صلاح ببطولة لكي يصبح التوب وكان يفوز بالبطولات وكان يفوز أيضا بالجوائز الفردية. لكن أتمنى من صلاح لا تترك ليفربول إذا كان يسمع نصيحتي عبر قناة النادي الأهلي، لأنك توب بلاير وستكون التوب بلاير في ليفربول. ما في شك. وكمان محمد صلاح يمكن أعلن في بعض يعني التصريحات الأخيرة أنه باقي الموسم القادم إن شاء الله محمد صلاح متواجد في ليفربول، ويعني لسه ما نعرفش بقى مستقبله على المستوى البعيد هيكون إيه، لكن طبعا ليفربول أعتقد هو المكان الأفضل لتألق محمد صلاح. وعايز أخد من تصريحات محمد صلاح وننقلها لطبعا نهائي دوري الأبطال، وعايز أخد رأيك في اللي قاله تصريحات محمد صلاح أول ما عرف أن طبعا ريال مدريد هو المنافس على هذه البطولة. تصريحات محمد صلاح، عملية الثأر من طبعا بطولة 2018 وأصداء هذا التصريحات لمحمد صلاح، أنت شفتها إزاي وحللتها إزاي؟ أعتقد محمد صلاح كان غير موفق في التصريحات عن حديث عن الثأر وعن أشياء مثل ذلك من ريال مدريد، لأن ظروف المباراة في 2018 كانت مختلفة. محمد صلاح خلق جو من الاتنشن، خلق جو من الغضب مع ريال مدريد، لأن لاعبين ريال مدريد الآن يركزون على تصريحات صلاح. ريال مدريد فريق كبير، صلاح يجب أن يركز في المباراة أكثر من التصريحات. صلاح يجب أن يلعب، يجب أن يركز في الملعب فقط. تستطيع أن تتحدث عندما تفوز بالبطولة أنك قمت بالثأر، لكن ماذا إن لم يفوز صلاح بهذه المباراة ولم يفوز صلاح بدوري أبطال أوروبا؟ توقعه للمباراة النهائية إيه؟ يعني مشوار ريال مدريد وطبعا يعني إقصائه لفرق كبيرة زي البي إس جي والمان سيتي، هل يشفع له بالوصول ل يعني البطوله، ام ان ليفربول على مستوى افضل فريق في العالم تكتيكيا وفنيا هو الذي يحصل على هذه البطوله؟ توقعاتك ايه للمباراه النهائيه؟ My opinion is really like بالنسبه لرايي 50-50 50-50. كما ذكرت مباراه صعبه على ريال مدريد وعلى ليفربول. ريال مدريد في مرحله التوب، ريال مدريد اعتقد اذا سالتني عن رايي ليفربول يستطيع هزيمه ريال مدريد، لكن لا تامن غدر ريال مدريد لانه فاز بالعديد من المباريات الصعبه. ريال مدريد يعرف كيف يفوز بالمباريات الصعبه والمباريات الكبيره، لن تكون مباراه سهله لليفربول. انا اتمنى بالنسبة لكوتش وستاف فريق السابق وستاف في فريق كان في الماضي ليفربول، أتمنى أن يفوز ليفربول من أجل ستاف فريق السابق. أتمنى أن يفوز لكن ستكون صعبة. طب ده في السابق يتمنى فوز ليفربول، لكن خلينا نتكلم عن المستقبل. وعايز أسألك عن المستقبل طبعا للمنتخب اليوناني، أنت متواجد دلوقتي مع الجهاز الفني للمنتخب اليوناني، وهل في القريب العاجل سوف نشوف منتخب اليوناني بيحقق المعجزة والفوز بالبطولة أوروبا كما حدث طبعا في طبعا 2004 مع أوتر هاجل المدرب الألماني؟ عايزين تطمننا كمان على الكرة اليونانية ومستقبل المنتخب اليوناني.
Yes, well, now we have a game next week. We play. الآن نحن لدينا مباراة الأسبوع القادم مع أيرلندا الشمالية. نحضر لدور الأمم الأوروبية سيبدأ خلال أسبوع، ونحضر العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الشامبيونشيب والبطولات الكبرى. قمنا بجلب العديد من اللاعبين وقمنا بعمل مجمع لاعبين. أنا انتهيت للتو من تدريب المنتخب اليوناني. And we have one player that plays in Liverpool, by the way. وإحنا لدينا أيضا لاعب يلعب في ليفربول اليوناني. نحن سعداء. الأجواء في اليونان عظيمة جدا. نستمتع وسنعود باليونان إلى سابق عادها. الحديث عن معجزة في هذه الأوقات قد يكون صعبا، لكن نوعد جماهير اليونان في الوطن العربي أن المنتخب سيعود. وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا طبعا جيرارد نوس المدير الفني ومساعد المدرب حاليا المنتخب اليوناني. بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. Okay, thank you very much. شكرا لكم وحظ سعيد للنادي الأهلي في الفاينال القادم. شكرا جزيلا. كمان الشكر واصل طبعا لي طبعا إسلام لوقا طبعا هو مترجم هذا الحوار الرائع. محسن هنرجع تاني لطبعا البطولة أو المباراة المهمة جدا أمام ريال مدريد وليفربول. مباراة الحلم، مباراة يمكن صعب التكونات. أي حد يسأله حتى على مستوى المسؤولين على مستوى اللعيبة يقول لي 50-50. هتقول لي أنت كمان 50-50 ولا أنت متوقع نتيجة لا معينة؟ أنا كنت ممكن أشوف أن طبعا بصراحة فريق ليفربول متكامل تماما. كنت شايف أنه ممكن يكون عنده الدوافع أكتر، لكن لما تيجي تشوف الأدوار الإقصائية من بعض دور المجموعات الثلاث ماتشات بتوع من دور 16 ربع النهائي ونصف النهائي لريال مدريد، لا لازم ترجع تاني يعني ما توقف بقى شويه، لان لا يعني الثلاثه ريمونتادا اللي عملهم قدام فرق عظيمه جدا. يعني باريس سان جيرمان بتخمه النجوم اللي موجوده فيه بيخسر في باريس، وبيخسر حتى بيتاخر قصدي بهدف لمبابي في سانتياغو برنابيو، وبعدين بيرجع بالنتيجه وبيتاهل، وبعدين بيصعد قدام تشيلسي. حتى لو تشيلسي حتى كان مستواه متذبذب الفتره الاخيره، كان هو يكفي ان هو حامل اللقب يعني وثالث الدوري الانجليزي. لما تيجي انت تتاخر بتكسبه على ارضه، بتيجي تتاخر على ملعبك فبترجع وبتعمل ريمونتادا. وحتى في المباراه الاخيره قدام احد اقوى انديه العالم مانشستر سيتي، المشهد الدراماتيكي اللي لحد دقيقه 89 النتيجه 1-0 لمانشستر سيتي، اللي هو فيه حتى التعادل عشان يتاهل، لكن المباراه بتخلص لو قلت لحد ان المباراه مش هيصدق. طبعا معانا دلوقتي يا محسن فرقتنا بتتحرك دلوقتي حالا طبعا لملعب التدريب في المغرب. كل التوفيق لفرقتنا وان شاء الله يعني نتمنى التوفيق على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على مستوى يعني الفني باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين تدريب او تحرك فرقتنا من طبعا مقام او مقر الاقامه في المغرب ل يعني اجراء التدريبات، وان شاء الله الاستعداد الكامل لمباراه يوم الاثنين. بعيد عن الاجواء بس يركزوا اهم حاجه زي ما انت بتقول يعني. لا هم واضح جدا كمان الجو هادي يعني، واضح جدا في امن بشكل كويس. اللعيبه نازله هاديه، الجهاز نازل هادي، كل الناس حواليه، في كمان اعتقد الامن ما عندناش مشكله فيه. كل زي ما انت قلت المهم جدا التركيز والبعد عن الاجواء الخارجيه. ده سلاحنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن. طيب هرجع تاني معاك لمورينيو. انت قلت يمكن مورينيو وقلت لك هل عودته للبريمير ليج من خلال نيوكاسل متوقعه بعد الفوز طبعا ممكن جدا يعني انا مش ما اقدرش طبعا انصح مورينيو، لكن لو كان ليا كلمه ممكن اقولها لمورينيو انه يروح نادي كبير، نادي يقدر يعني. هو كان معاه تجربه مع توتنهام، ماشي توتنهام جاي في الفتره الاخيره لكن ما فازش ببطوله. كان اقصى حاجه حقيقة ان هو وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا قدام ليفربول وخسر خساره 2-0، كانت منطقيه تماما طبعا لقوه ليفربول وقتها. تجربته مع مانشستر يونايتد مش شايف قدامه ايه في الدوري الانجليزي، ولو ان كان فاز معاه حتى بالدور الاوروبي لكن ما قدرش يحقق ده بعد كده. اتمنى ان هو يدرب فريق كبير. يعني ايه فريق كبير؟ يعني زي طبعا مانشستر سيتي، زي ليفربول، اذا كان الاثنين دول مستقرين مع يورجن كلوب ومع بيب جارديولا، اعتقد ممكن نيوكاسل لو كانت الفرصه دي متاحه وليما لا يقدر يرجع امجاده ونشوف بصراحه يبقى كل الكره موجوده في انجلترا. اكيد كمان أكيد مع مشروع نيوكاسل خلال الفتره اللي جايه والاستثمار السعودي في نيوكاسل اللي يمكن في المباريات الاخيره ادى بشكل اكثر من رائع. ويبقى طبعا مورينيو دايما مرشح للفرق الكبيره وعلى مستوى المشروع بالنسبه لنيوكاسل. هنشوف ده في خلال الموسم القادم، لكن خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه محسن. خلينا بقى نتكلم على بالتفصيل شويه على مباراه ريال مدريد وليفربول، مباراه الكل متوقعها، العالم كله مستني هذه المباراه. انا سالتك وقلت لك هل مشوار ريال مدريد وانه يقصي تشيلسي وبي اس جي والمان سيتي السلاح في ايديهم، يعني ده عمل نوع من انواع الرهبه شويه ليفربول، هل هيغير حسابات فنيه بالنسبه ليوجن كلوب اثناء المباراه؟ لان شفنا ازاي بيرجع في اي لحظه بالتأكيد. على المستوى النفسي وعلى المستوى التكتيكي شايفها ازاي؟ بالتاكيد هيتعلم حتى على الاقل من اخر مباراه درس بيب جاردولا لما كان متقدم 1-0 وبدا يريح لعيبته، اخرج دي براين ومحرز يعني خصم اصلا تاني بقى محتاج جونين عشان يتعادل حتى، لكن جاب 3 وكسب. فهو اعتقد اول درس اتعلمه يورجن كلوب انه المباراه لم تنتهي، حتى لو انت متقدم والدقيقه 90 1-0 ولا 2-0 لا تامن ريال مدريد. بالظبط، لا تامن ريال مدريد. شخصيه البطل موجوده بكل امانه، يعني ما اقدرش حد ينفيها. ناس كتير بتتكلم على الحظ وبتاع، لكن او كان حتى مستواه في الدوري انا الدوري طبعا بفرق كبير او ما كانش فيه منافسه قوي، لكن برضه بصراحة أنا لا أأمن لليفربول، يعني لا أأمن واحد زي كارلو أنشيلوتي. كارلو أنشيلوتي مش بس تاريخه كبير في البطولة أنه واخدها قبل كده 3 مرات ومع ميلان ومع ريال مدريد، لكن حتى في حسن إدارته المباريات. يمكن يعني أنا بستغرب ليه النادي ريال مدريد قدر يهزم الثلاثة بالشكل الدراماتيكي اللي إحنا شفناه هيتشكوكي شوية، يعني يمكن لقيت أقرب حاجة أن هو كان بطريقة الفوضى، بيعمل فوضى في الملعب لما بينزل في الشوط الثاني في آخر مباراة واحد زي رودريجو او كابافينجا اللي هو يعني مش مهارين قوي لكن عندهم اللياقه البدنيه، فكانوا بيعطروا اوراق المنافس. يعني دايما بيبقى ده دي فكر مدرب، يعني دايما تلاقيه هو كان بيعمل دي كتير وبنسبه اقل كان بيشارك مثلا فاسكيز، فبيعمل خلخله في الفريق الثاني ان انت اتنين صراع في وقت برضو مع قرب نهايه المباراه، فبيربكك حتى لو انت عندك المهاره اعلى. يمكن ده كان بيساعده اكتر ان هو يفوز. بصراحه يمكن اخطر حاجه على ليفربول في المباراه دي بصراحه كارلو انشيلوتي، بالاضافه طبعا لشخصيه البطل اللي هو جاي، يعني تخيل 11 ايه ده 11 ده الاهلي 6 ليفربول وهو 13، يعني بيدور على ال 14، يعني لازم بصراحه. بعض الناس قالت لك يمكن على مستوى انت بتتكلم على فرقه تضم افضل شكل هجومي في اوروبا وهو ليفربول. على الجانب الاخر انت على الجانب الدفاعي لريال مدريد في بعض المشاكل، ولكن يبقى بنزيما هو بالظبط كنت لسه هقول لحضرتك هو الحل. يعني بيتكلم على هجوم ليفربول، طب ما هو مثلا بنزيما هو هداف البطوله نفسه ب 15 هدف في حين ان عندك صلاح 8، يعني الفرق كبير جدا. هيك ان هو مثلا هنقول ايه صلاح مثلا نهى الموسم هنا 23 هدف بمناصفه مع سون، لكن هناك 27 هدف لوحده وفرق كبير جدا عن اقرب منافسيه في الليجا الاسبانيه. لكن طبعا مش هحسب فرق دوريات، لكن لما نيجي البطوله اللي مشتركين فيها دور الابطال، لا طبعا بنزيما في حته تانية خالص، يعني بصراحه بكل امانه يعني يستحق. طب هو السؤال الثاني اللي الناس برضو من خلال رؤيتنا للمباريات اللي فاتت يقول لك مشكله يعني يمكن مع المان سيتي كان عنده مشكله في خط الدفاع وقدر ريال مدريد يسجل، على مستوى تشيلسي كذلك، على مستوى البي اس جي كذلك كان في برضو بعض، لكن ليفربول لا. ليفربول عنده كمان من اقوى الخطوط على مستوى الدفاعي. السؤال بقى هل يعني بنزيما وبنتكلم على رودريجوز، بنتكلم على مودريج، بنتكلم على فينيسيوس، هل قادرين على هم قادرين على اي حد؟ لكن في فرق هنا طبعا دفاع ليفربول قوي بصراحه، فان دايك والبقيه، لكن برضه في حته كمان كان دول لما ريال مدريد كان بيتفوق على الفرقه دي كان بيتفوق من خلال ماتشين ذهاب واياب، يتعثر في واحده بيتدرج في الثانيه، بينهي في واحده في الاولانيه زي السيتي زي تشيلسي وبيتعثر في الثانيه لكن بيتدرج اموره وبيخسر على ارضه وبيتاهل. المره دي اعتقد كل الدروس دي يعني من حسن حظ يورجن كلوب وفريق ليفربول ان كل ده حصل قدامه، 6 ماتشات من بعد دور المجموعات كل ده حصل قدامه، فيقدر اكيد درس، مش يقدر اكيد درس وشاف الكلام ده ويقدر يتعامل مع ده. عشان كده بقول لحضرتك ان انا بشوف ان كفه ليفربول اعلى شويه، يعني اعلى طفيف، لكن بخاف لما اشوف الفرق اللي طلعها في الاقصاء لريال مدريد برجع تاني. يعني مقارنه الفرق الاقصائيه اللي طلعها ريال مدريد لا بصراحه مش زي ليفربول، يعني مش هقارن اتكلم على المشوار حتى المشوار الاخيره المشوار من بعد دور المجموعات، لا الكفه بصراحه لصالح ريال مدريد. انت تقدر تقول 3 نهائيات
مع باريس سان جيرمان احد اقوى انديه العالم، فريق فيه ميسي ونيمار ومبابي والكتيبه اللي عنده دي، ده نهائي مبكر. لما قابل تشيلسي ده نهائي مبكر، لما ده بطل النسخه الاخيره، لما قابل السيتي نهائي مبكر. صحيح. انت نهائيين كمان، مباراه هنا ومباراه هنا، لكن هو بيتفوق في الاخر. لا ده برضو يرعبك، مش يخوفك، يرعبك. لكن على ارض الواقع انا بشوف ان فرقه ليفربول حتى رغم خسارتها للدوري لاعبه تماما، فريق واخد كاس الاتحاد، كاس الرابطه، لكن قدام السيتي خسران البطوله بمشهد ما يعني ما يحصلش الا من قدام واحد زي بيب جوارديولا والسيتي. لكن لو امن بحظوظه بصراحه يورجن كلوب ويقدر ينهي المباراه قدام فريق زي ده مبكرا وما يحتفلش الا مع صفره الحكم، اقدر اقول لك ان هو يقدر يفوز. كلمه السر اللي انت اتكلمت عليها بتتكلم على انشيلوتي، كلمه السر بالنسبه للريال هذا العام على مستوى الليجا. انشيلوتي طبعا مدير فني قدير جدا واثبت هذه القداره رغم طبعا يعني عدم وجود منافسه قويه في طبعا الليجا الاسبانيه السنه دي، ولكن يبقى انشيلوتي مدير فني كبير جدا، يمكن المدرب اعتقد الوحيد اللي فاز بخمس دوريات على مستوى التوب 5 ليجز في اوروبا. تعالوا مع حضراتكم نشوف انشيلوتي قال ايه عن المباراه الحلم امام ليفربول. نشعر بإثارة بالغة ومتحمسون للغاية، نخوض أكثر مباريات كرة القدم أهمية في العالم وسوف نبذل كل شيء. الفريق يخوض مباراته النهائية الخامسة في ثمانية مواسم، لقد حقق الفريق الكثير مما شأنه أن يجعل مشجعي ريال فخورين، وكذلك نحن من دواخلنا. ليفربول قدم أداء رائعا في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، فازوا بلقبه وخاضوا النهائي ضد ريال مدريد، والآن يخوضون مباراة نهائية أخرى، يقومون بعمل رائع. نشعر بالإثارة ونتطلع للقاء ليفربول، لأنها لن تكون مباراة ممتعة وحسب، بل مباراة يسودها التنافس والندية. لدينا الحافز مثلنا مثل محمد صلاح الذي نحترمه لأنه لاعب عظيم وخطير. إنها بمثابة مباراة ثأر بالنسبة لهم لما حدث في 2019، ولكنها أيضا مباراة ثأر بالنسبة لنا لهزيمتنا أمام ليفربول في نهائي الكأس الأوروبي عام 1981 في باريس. أنشيلوتي بيتكلم على محمد صلاح، وإذا كان ما كلمش بيقولوا لو هم فاكرين إن في، أو هم بيقولوا إن في طائر يعني في 2018 هنا كمان في مدريد، بيقولوا ان لا كمان الطار اقدم من كده بكتير، يعود لسنه 1981 ساعه ما ليفربول فاز على ريال مدريد 1-0. محسن، التصريحات ناريه بشكل كبير جدا، عمليه او تصريحات محمد صلاح كان ليها اصداء كتيره، والنهارده انشيلوتي كمان بيقول هو بيحترم محمد صلاح جدا كلاعب، كافضل لاعب في العالم، وجاب سيرة عملية الطائر، يعني هو اتكلم بشيء من الهدوء، ولكن في صدى لتصريحات محمد صلاح ما فيش شك يعني. اكيد يعني والله زي ما ريال مدريد محظوظ، زي ما هو محظوظ انه بيدرب ريال مدريد، ريال مدريد محظوظ انه كارلو انشيلوتي بيدربه. صحيح. الراجل عاقل جدا في تصريحاته، يمكن بعض اللعيبه طلعوا هاجموا شويه محمد صلاح، لكن هو قال احترمه، ما قالش فيه حاجه خالص يعني، ما هاجموش، وقال اذا كان على الصقر ما هو في بقى 81. انا طبعا ضد حته الصقر، يمكن ما اعرفش ليه محمد صلاح قال كده، انا ضد التصريحات دي، لكن اكيد محمد صلاح فاهم هو بيعمل ايه، عارف هو بيعمل ايه. لكن الصقر مش موجود يعني في الكوره دي، في كوره في الاول وفي الاخر. هدف بايلاك يكسبك مباراه، يخسرك مباراه، خطا دفاعي يعني. حتى في المباراه بتاع 2018 كان في اخطاء كارثيه للحارس، حارس ليفربول ادى التفوق لريال مدريد، بالاضافه ساعتها كان طبعا اصابه صلاح في بدايه المباراه، وبعد كده خطا الحارس اللي بنزيما خطف منه الكوره وسجل، كان في اخطاء كثيره هي اللي حولت المباراه لشكل كده. لكن في الاول وفي الاخر طبعا بصراحه يعني مدرب برفع له القبعه بصراحه، تاريخه كبير جدا في البطوله نفسها، كمان المح لحته يعني هي دي اللي ترعب بصراحه محب ليفربول، ان هو خامس نهائي في اربع في اخر كام سنه يعني في 8 سنين، ده خامس نهائي دوري ابطال اوروبا، وفاز بالاربعه اللي باقيين، ما فيش غير اللي جاي ده، اتمنى طبعا ما يكسبش عشان طبعا محمد صلاح. تاريخ كبير جدا جدا طبعا لانشيلوتي وريال مدريد، لكن كمان كان المدير الفني يورجن كلوب كان بيحلم بالرباعيه، دلوقتي خلاص الرباعيه انتهت وممكن جدا يفوز بالثلاثيه، زي ما حضراتكم عارفين ليفربول فاز بنسختين الكاس في انجلترا، اذا كان كاس الرابطه او كاس الاتحاد الانجليزي، لكن قدامه كمان ثلاثيه وهي الاهم، الفوز بطبعا دوري ابطال اوروبا. تعالوا مع حضراتكم نشوف كمان تصريحات يورجن كلوب.
أنا لا أؤمن بالانتقام، لا أعتقد أن الانتقام فكرة رائعة، أتفهم ذلك، ولكنني لست متأكدا من أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله. أفهم ما قاله محمد صلاح، إنه يريد ذلك، أريد أن أضع الأمر في نصابه. في ألمانيا نقول إنك دائما ما تلتقي مرتين في الحياة، يبدو هذا وكأنه تهديد أكثر مما هو عليه في الواقع. إنه يعني التصرف بشكل أفضل في المرة الأولى، لأنك إذا قابلت الشخص مرة أخرى سوف تقابل رد فعل. كل شيء على ما يرام بيني وبين ريال مدريد، ستكون كرة قدم على أعلى مستوى، ومن يعتقد أن لدينا فرصة للفوز بها هذه المرة أعتقد أنه سيكون قصة رائعة، لكنها لن تحدث بسبب ما حدث في 2018، أو سيحدث لأننا اتخذنا القرارات الصحيحة على أرض الملعب، وآمل أن نتمكن من فعل ذلك. دي طبعا كانت تصريحات يورجن كلوب. محسن، أسمع رأيك في التصريحات. لا برضو متوازنة، وبصراحة هو يعني أنا الحمد لله أنه تخلص من حتة الوصيف، لأنه كان دائما بيخسر النهائيات قبل ما يدرب ليفربول، كان حتى مع دورتموند كان دائما يخسر نهائيات، دائما لقب الوصيف ده كان ملازم بشكل كبير جدا. الحمد لله أنه يقدر يتخلص من الحتة دي ببطولاته مع النهائيات اللي لعبها مع ليفربول. أي نعم خسر بعضها، لكن يعني كسب برضو في الكاس الاتحاد وكاس الرابطة ودور ابطال اوروبا قبل كده ودور الانجليزي برضه قبل كده. فاعتقد السنه دي ممكن ربنا يكافئه، لان هو كان يستحق. يمكن الضيف بتاع حضرتك من اليونان كان قال ان هو لو في دي كنت ادي البطوله للاثنين الليفر والسيتي، ممكن يكون تعويض ربنا اكبر بكتير من كده ان شاء الله. وتعليق ايه على ما قالوا على محمد صلاح؟ طبعا لا طبعا هو مدرب ذكي. يعني بقول لحضرتك انا لو لما سمعت صراحات صلاح استغربت جدا في الاول، بس قلت لا يعني مش هقدر انتقده، لان اكيد صلاح هو هناك وعارف بيقول ايه. يعني ممكن يكون ده شغل معين بيعمله، زي مثلا تصريحات موسيماني الاخيره بيبقى حرب اعصاب، بياخد الفريق في حته تانية، الله اعلم يعني. انا لكن في العاديه ما فيش طبعا لا صقر وما فيش اي حاجه، حتى راموس اللي هو كان تسبب في اصابته مش موجود اساسا، والكره هي رايحه وجايه، بكره يتقابلوا مع بعض في الدور الاقصائي، الله اعلم الكره رايحه وجايه يعني. لكن في النهايه طبعا مدرب عظيم، اتمنى بصراحه يتوج بالبطوله دي لانها تفرق معاه كتير جدا. يعني ما فيش شك طبعا، اكيد كلنا يعني بنشجع ليفربول ايا كان، عشان نجمنا الكبير محمد صلاح ده جزء، والجزء الاخر فعلا زي ما بيقول طبعا ناقدنا الرياضي محسن لملوم ان يورجن كلوب كمان شخصيه تستحق. يعني هو فاز بأفضل مدير فني في البريمير ليج هذا السيزون هذا الموسم، لكن كمان على مستوى طبعا دوري أبطال أوروبا هو يستحق من خلال أدائه مع ليفربول. لكن تعالوا كمان مع بعض، امبارح كان في ندوة من الويفا مع ليفربول ومحمد صلاح اتكلم فيها، تعالوا مع بعض نشوف قال ايه. حسنا، أنا متحمس جدا بعد ما حدث خاصة مع ريال مدريد في آخر مرة، الإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وأيضا بعد ما حدث في خسارة لقب الدوري الإنجليزي ممتاز. أصبح الجميع متحمسا للفوز بدوري الأبطال. إنه لقب رائع بالنسبة لنا، في كل موسم نكافح من أجله منذ أتيت إلى هنا، وأعتقد أن الجميع متحمسون لذلك. أتذكر عندما خرجت بعد 30 دقيقة أو نحو ذلك، كانت أسوأ لحظة في مسيرتي، كنت حزينا جدا في ذلك الوقت لأنني كنت ألعب في دوري الأبطال. لقد قضيت موسما جيدا، لعبت دوري الأبطال في النهائي وخرجت بعد 30 دقيقة، أسوأ شيء يمكن أن يحدث لأي لاعب كرة قدم. بعد المباراة عرفت النتيجة لأنني كنت في المستشفى، عدت وسمعت من هندرسون لأكون عادلا، وفكرت لا يمكننا أن نخسر بهذه الطريقة، لم أشعر بهذا الشعور من قبل في كرة القدم. طبعا أسوأ لحظة في تاريخ أو في كارير محمد صلاح لغاية دلوقتي لحظة خروجه بعد نص ساعة في مباراة النهائي أمام ريال مدريد في 2018. يا رب إن شاء الله صلاح تكون أسعد لحظاتك في تاريخك، هتكون إن شاء الله بالتتويج إن شاء الله يوم السبت، وإحرازك هدف الفوز إن شاء الله. تعليق على ما قاله صلاح. والله هقول لحضرتك، بعد ما بعيد عن نهائي 2018 اللي خرج فيه ده بعد نص ساعة، لكن هو بعد نهائي 2019 كان المراسل حتى بيقول له أنت أول لاعب مصري يحصل على مش عارف دور الأبطال، فقال له وأتمنى السنة الجاية على السنة الجاية أن أتأهل وأكون أول لاعب عربي يحقق البطولة مرتين. ان شاء الله اتمنى ان يحقق الكلام ده يوم السبت ان شاء الله، يبقى اللاعب المصري الوحيد اللي لعب ثلاث نهائيات، ويكون اللاعب المصري والعربي الوحيد اللي حقق دور ابطال مرتين، ويكون زي ما دايما بقول نعوض ربنا
اكيد بيكون افضل وكبير. فبعد بعد حزنه في 2018 وخيبه الامل اللي كلنا تعرضنا لها واحنا بنتفرج وبنشوف نجمنا الكبير بيطلع بعد اول نص ساعه باصابه مغرضه بقى ومش مغرضه خلاص مش وقته من راموس، لكن ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله في مباراه السبت ويكون مش بس ليفربول يفوز، يكون هو كمان صاحب الانجاز بالتسجيل وصاحب الفوز ان شاء الله. طيب اخر حاجه قبل ما كمان نتكلم بلغه الارقام مع طبعا محمد الباز، عايز اسالك يا محسن، فوز محمد صلاح ب مناصفة بهداف البريمير ليج السنة دي وفوزه كمان بأفضل أسيست، شفت ده ازاي؟ وبعض الناس مش فاهمة قوي ان الموضوع صعب جدا وان الموضوع انك تكون كمان الهداف ونفس الوقت أفضل صانع أهداف، فده عمل ده دي صعبة جدا مرة. في البريمير ليج الهداف لثالث مرة، يعني شوف كوريا الجنوبية ودولة متقدمة برضه في كرة القدم، شوف كان استقبالهم لسون ازاي، يعني اللاعب بالنسبة لنا بقى عادي بالنسبة لنا بقى عادي ثالث مرة منهم مرتين مناصفة، مرة مناصفة ومرة ثلاثية، كان مع ساديو ماني وأوباميانج تقريبا أوباميانج وهو كان مرة لوحده. المرة دي طبعا هي فروق بسيطة ما نقدرش نلومه، يعني يشكر جدا، ده إنجاز عظيم إن هو يا جماعه ده الدوري الانجليزي ده في حته تانية، يعني ده ما ينفعش تقارنه، ما ينفعش اقول مثلا ده بنزيما طبعا احترمنا ليه جاب 27 هدف طيب. في الليجا، لكن ده 23 لا يا عم ده جونين في الليجا كفايه خالص، لا يكفي تماما، كل ان هو بيحقق ده وكمان معاه جائزه افضل اسيست، ده اصعب من التهديف اساسا، يعني لا هما في حته تانية. اعتقد لولا اخفاقات المنتخب في نهائي دوري في نهائي كاس الامم الافريقيه وفي التاهل للمونديال، اعتقد كان محمد صلاح كان ينافس بشكل كبير جدا 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 على او يبقى مرشح ليها اذا فاز ان شاء الله يوم السبت للكره الذهبيه ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لمحمد صلاح، وطبعا محسن بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده. شكرا جزيلا ليك. هنروح لفاصل ونشوف خلال الفاصل طبعا تحرك فرقتنا الاول مران لفرقتنا النادي الاهلي في المغرب، هنتابع مع حضراتكم هذا التحرك، ولكن كمان بعدين ان شاء الله باذن الله عندنا فقره مهمه جدا، اتكلمنا على ريال مدريد وليفربول من خلال وجهات النظر، لكن خلينا نتكلم بلغه الارقام والاحصائيات والتحليل الفني مع نجمنا محمد الباز بعد الفاصل، نشوف تحرك النادي الاهلي لاول تدريب في المغرب، نطلع فاصل ونرجع مع محمد الباز. اهلا بحضراتكم مره تانية، اتكلمنا طبعا عن مباراه الحلم النهائي دوري الابطال ما بين ليفربول وريال مدريد من خلال وجهات النظر، لكن دلوقتي من خلال ناقدنا ومحلل الاداء الرائع محمد الباز هنعرف الفروق، هنعرف ايه يعني نقاط القوه والضعف في كل فريق، كمان من خلال الارقام في احصائيه مميزه جدا جدا لهذه المباراه المهمه. محمد مساء الخير عليك وبنرحب بيك. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وجمهور النادي الاهلي. الحمد لله كله تمام. هسألك السؤال اللي بساله دايما وما تقوليش 50-50، تتوقع نتيجه ريال مدريد وليفربول ازاي ومين هيكون الفائز؟ هو التوقع هيكون يعني بناء على ارقام وتحليليه رقميه بتقول 54% فوز لليفربول مقابل طبعا 46%. هتزعل ايهاب الجنيدي كده مننا بس مش مشكله. ال 54% دول جم ازاي؟ ده بيزد على بوينتس معينه تمت من خلال قياس طبعا المعدل التهديفي ونسب التهديف والاهداف المحرزه والاستقبال الاهداف وطبعا
الاكس جي طبعا اللي هو الاكسبكتد جولز الاهداف المتوقعه، وده طبعا بيكون قائم على قياس الكواليتي للشوطات شوتس اون تارجت وارقام كبيره واحصائيات مختلفه. لما بنتكلم كلها كانت لصالح ريال مدريد، بعض الارقام في صالح ليفربول 54%. ده تم ازاي؟ لان ليفربول لو بنتكلم على الصعيد المحلي او في الدوري الانجليزي جايب السنه دي 94 هدف واستقبل تقريبا 26 او 24 هدف، مقابل طبعا ريال مدريد في الدوري الاسباني احرز 80 هدف واستقبل 31 هدف. طبعا الهداف هنا كريم بنزيما ب 27 هدف، وهداف ليفربول محمد صلاح ب 23 هدف. الارقام ديت على الدوري صعيد المحلي او الدوري الانجليزي. لو بنتكلم على الشامبيونز ليج السنه دي ليفربول يعني مقاربين، يعني ليفربول من ناحيه التهديفيه 30 هدف حتى الان في الشامبيونز ليج مقابل 28 هدف لريال مدريد. استقبلوا هما الاثنين برضو اهداف مش كثيره، بنتكلم في 16 هدف. اما الناحيه التهديفيه او الهجوميه الفريقين يعني قد يكون متعادلين او مقاربين. هداف الشامبيونز ليج حتى الان طبعا هو كريم بنزيما بتقريبا 15 هدف حتى الان. الارقام بتقول لنا طبعا بيزد على البوينتس، معدل الفوز لريال مدريد ومعدل الفوز لليفربول خلال كل المباريات في الشامبيونز ليج او في الدوري المحلي الكفه بتوزن اكتر عند ليفربول نسب الفوز. ده بالنسبه للبريمير ليج والشامبيونز ليج الموسم الحالي عموما، يعني في صالح ليفربول، في صالح ليفربول بنسبه 54% قياسا على كل النقاط اللي احنا قلناها. ده التوقع رقميا. طب حلو، كويس كويس ان حد قال لي توقع. يعني ان شاء الله كل يعني كلنا بنحب محمد صلاح ونفسنا نفرح، لكن كمان في ناس بتحب كمان ريال مدريد وبتشجعها. يعني عايزين نشوف يعني مباراه كلنا بصراحه مستنيينها. صحيح. التشكيله، تشكيله الفرقتين المتوقعه بالنسبه لك لليفربول ايه؟ السيستم المعروف طبعا يورجن كلوب 4-3-3، بنتكلم في اليسون في حراسه المرمى، بنتكلم في خط الدفاع وخط الخلف طبعا من اليمين للشمال، بنتكلم في ارنولد طبعا الظهير الايمن احسن باك يمين او ظهير ايمن في العالم حتى الان. نتكلم في اثنين قلب الدفاع معانا طبعا فان دايك وكوناتي في الغالب، يعني ده المتوقع يعني طبعا يعني هو اكثر خبره اكثر يعني ثباتا، ولكن بالارقام كوناتي لم يخسر اي مباراه منذ اتى الى ليفربول، يبقى يعني وشه حلو. روبيرسون طبعا باك الظهير الايسر. بنتكلم في الثلاثه اللي قدام في نص الملعب، نابي كايتا ده يعني في الاغلب هيبدا بيه، وطبعا هندرسون ومعاهم الكانتارا تياجو الكانتارا. ثلاثه خط الهجوم من الجناح طبعا محمد صلاح، وبنتكلم في ممكن طبعا دياز يعني في الغالب او ماني في الـ طبعا ماني طبعا كسترايكر. وخلي بالك احنا لما بنتكلم على الثلاثه دول ما فيش بوزيشن يعني طبعا ماني ممكن يجي الناحيه دي، محمد صلاح بنشوفه كتير داخل كراس حربه، حتى دياز في بعض الاحيان بيبقى راس حربه. فانت بتتكلم على الثلاثي بدون مركزيه، لا مركزيه ودي الديناميكيه اللي دايما كنا بنتكلم عليها عند ليفربول. وبنتكلم هنتكلم طبعا نقاط القوه والتحركات عندهم بتكون شكلها ازاي. زي ما حضرتك قلت دايما ارنولد بيبقى خلاص الفول باكس عندهم دايما بيطيروا، سواء ارنولد او روبنسون، ودايما بنشوف محمد صلاح او ماني او دياز زي ما حضرتك قلت بيخشوا في العمق وبيفتح المساحات لارنولد ان هو يطير او روبنسون. طب على مستوى الريال، بالنسبه للريال طبعا كورتوا في حراسه المرمى طبعا لا غنى عنه، يعني من احسن الحراس هذا العام. نتكلم برضو السيستم الثابت عند انشيلوتي هو 4-3-3، نفس السيستم ولكن هو بيعمل شويه تغييرات و 4-2-3-1، وده اللي لعب بيها قدام المان سيتي المباراه الاخيره، وهنتكلم هو ليه عمل كده. بنتكلم برضو في الاربعه في خط الخلف من اليمين للشمال طبعا كارفخال، وبنتكلم على اثنين قلب الدفاع، بنتكلم على الابا وميليتاو الابا وكارفخال في اليمين، ومعانا في الشمال طبعا مندي الباك الشمال او الظهير الايسر. الثلاثه اللي قدامهم دايما يعني بيكون في اختلافات كثيره، بنشوف طبعا مودريتش مع طبعا كازيميرو بيتكلم طبعا على توني كروز الالماني. الثلاثة الهجوم طبعا من ناحية اليمين دايما بيبقى فيه على حسب، يعني فالفيردي بيبدأ بيه في أوقات بيلعب بيه بشكل رودريجو طبعا بنزيما طبعا اللي هو دايما بنتكلم على فينيسيوس. كان في ثنائية وانت كنت اتكلمت عليها
وخلي بالك من خلال برضو اكيد ليفربول بيحلل ريال مدريد، بس مش صحيح. في المباراه الاخيره، في مباراه سابقه، الثنائيه ما بين بنزيما وفينيسيوس تفتكر هيبقى حلها ايه بالنسبه ليورجن كلوب على مستوى الدفاع؟ يعني صعب جدا صعب. مع يورجن كلوب، ودي مشكله خطيره هنتكلم عليها في نقاط الضعف عند ليفربول. يلا بينا ننطلق. الاول دايما بنتكلم على ليفربول، المشهور على ليفربول البريسنج او طبعا الضغط العالي، الضغط العالي الهاي بريسنج عند ليفربول. احنا ممكن ننقل نبص على الحالات مع بعض ونتكلم. طبعا هو ليفربول طبيعي جدا على فكره، يمكن من خلال طبعا بعد فوز المان سيتي بالبريمير ليج، يمكن قال جمله قالها يعني جارديولا، قال لك ليفربول من اصعب الفرق اللي شفتها في العالم. صحيح. يعني فريق صعب جدا، وبيتكلم على صعوبه اختراق ليفربول، صعوبة كمان الضغط العالي اللي بيعمله ليفربول. فيعني اشرح لنا كمان انت من خلال النقاط اللي انت بتقولها، يعني وعشان كده الاول على مميزات ليفربول على مستوى الضغط يعني. صحيح، وعشان كده احنا جبنا الامثله من ماتش مان سيتي عشان نتكلم ازاي ليفربول مع يورجن كلوب بيعمل الهاي بريسنج او الضغط العالي والريتم العالي دوت. دايما يا كابتن هاني الجيجن بريسنج ده المصطلح الالماني اللي طوره طبعا يورجن كلوب من ايام ما كان في بروسيا دورتموند. الجيجن بريسنج معناه ان انت بتضغط ضغط عالي هنا لهدف معين، هو ان انت تولد اخطاء عند المدافعين عند الخصم. دايما شكل البريسنج عنده في الضغط العالي بيثبت محمد صلاح كجناح يمين، وبيثبت ماني ان هم بيراقبوا الاظهره او الظهير الايمن والشمال عند الخصم. صحيح، وبيعمل ايه بقى؟ وخلي بالك كمان هو عشان الناس بس تفهم، محمد صلاح هو بيراقب اثنين، بيراقب كانسيليو بالظبط كده، هو بيراقب الباك الشمال وبيراقب كمان السيرد باك بتاعه بالزبط. يبقى عندك اثنين بيراقبوا اربعه. صحيح، وبيعمل بيخلي هندرسون من نص الملعب مع تياجو الكانتارا، هم اللي بيضغطوا، ده تياجو الكانتارا وهندرسون هم اللي بيضغطوا على حامل الكره في قلب الدفاع. ده بيعمل ايه؟ ده بيولد اخطاء، ان هو اولا بيقفل زوايا التمرير كلها سواء من ناحيه بالزبط. اليمين او ناحيه الشمال. هنا طبعا ماني مستني بس اي تحرك من الظهير الايسر او الظهير الايمن، الظهير الايمن عند مان سيتي. دايما ده الشكل اللي متعارف عليه عند ليفربول في طريقه الهاي بريسنج او الضغط العالي، دايما الكنتاره دايما هنا. مثلا هنا شكل الحل عند ليفربول في حاله الاستحواذ، ان بوزيشن لما يكون معاهم الكوره، لما يكون بيلعب على فريق زي المان سيتي او ريال مدريد حتى اللي بيلعبوا ضغط عالي او بيلعب حتى لو كومباكت، بيلعب الكره كابتن هاني في ظهر المدافعين، اللي هو الكرات العاليه الساقطه في ظهر المدافعين، ويستغل سرعات الناس الموجوده. بتكلم على صلاح، بتكلم على دياز، بتكلم على ساديو ماني، الثلاث عندهم سرعات يقدروا يخترقوا بشكل اسرع يعني. صحيح، وده الشكل اللي هنشوفه في الهدف بتاع ماني امام مان سيتي، هم طبقوها بشكل كويس جدا وشكل متكرر في المباراه امام مان سيتي. لو احنا هنقف هنا هنبص ده، نخش على الهدف ماني، وهيشرح لنا الهدف ماني ازاي تم لعب الكره. بدات من هنا طبعا فان دايك من قلب الدفاع، لعب الكره العاليه اللي كنا بنحكي عليها في خلف او ظهر المدافعين بسرعه محمد صلاح، هو اللي استقبل الكره، هو ده اللي بنتكلم عليه، هو ده اللي اشتغل عليه ليفربول. ده هيعاني منه ريال مدريد طبعا في حاله تقدم مندي بشكل كبير جدا، لان مندي عمل 2 اسيست في المباراه الاخيره. صحيح. وطبعا في حاله كارفاخال هنا برضه هو بيزيد هو كمان في حاله الضغط العكسي او الارتداد السريع، هيبقى في مشكله كبيره جدا امام ليفربول، لان هو بيلعب الكره في ظهر المدافعين، استلمها محمد صلاح طبعا داخل في العمق. هنا ساديو ماني ده اللي بنتكلم عليه، دايما ساديو ماني هيعمل مشكله كبيره جدا لكارفاخال في ناحيه اليمين مع ريال مدريد، وخاصه كارفاخال كمان بيبقى عنده مشكله لو اللعيب دخل لجوه، يعني ما عنده، يعني لو لعيب بمستوى الكره انه بيلعب على الخط بس ما عندوش مشكله، لكن في العمق، في العمق بيبقى عنده مشكله كبيره جدا يعني. صحيح، وهنشوف ده بالامثله معانا، عندنا بعض الامثله اللعب في العمق وضرب، ده اللي قدر بيه ليفربول ان هو يكسر خط. ده هدف ساديو ماني بباسط او الثرو طبعا او الاسيست محمد صلاح اللي اتلعب بشكل، بدات الكره، ده البيلد اب بتاعهم، وده الشكل اللي بيلعبوا عليه فان دايك. والكره اللي قبلها برده كان روبرتسون في ناحيه الشمال، هو اللي بدا الكره برده اللي لعبها لساديو ماني في العمق بشكل ثرو باس او كرات طويله. طيب نخش على نقاط الضعف عند ريال مدريد. زي ما حضرتك قلت بالظبط، احنا عندنا مشكله كبيره جدا، هو امام المان سيتي لعب ب 4-2-3-1 علشان طبعا يستخدم توني كروز او مودريتش في ان هم يساعدوا طبعا ميندي او ناتشو حتى في قلب الدفاع. عندنا في المثال دوت يا كابتن هاني طبعا المثال دوت طبعا في دي هجمه، وطبيعي واقف الرباعي بتاع الرباعي سيلفا. الدفاعي ده كان مرتد سيلفا طبعا، هو الشكل العام
في زياده عدديه بالنسبه لريال مدريد، لكن نشوف اللعبه دخلت ازاي. صحيح، دايما في حاله الارتداد او في حاله الدفاع، مع الدفاع دايما يا كابتن هاني تحس كده ان هو مش مركز دايما الكوره او النظرات المدافعين على حامل الكوره، وده اللي شفناه. يعني لو نرجع نجيب الهجمه من اولها، يعني طبعا ده كان محرز من هنا طبعا. اه بالظبط، ده سيلفا جه من نص الملعب منطلق في مساحه كبيره جدا، يعني التمركز عند المدافعين يعني سيء جدا للغايه، وده في حاله الارتداد السريع. الكره اتلعبت من خلف المدافعين في ناحيه الاقصى اليمين، الجناح اليمين كان طبعا رياض محرز اللي واقف لوحده تماما واستلم الكره ودخل في العمق، اتلعبت له هنا بالشكل دوت. ما دي عدم تمركز، عدم سليم تمركز رغم ان عدد اللعيبه، يعني انت بتتكلم موقف زي ده بتتكلم على 5 على 3. صحيح، لكن البوزيشن ما كانش، الوقفه ما كانتش سليمه. وطبعا ان تايم محرز بيحرز هدف، كان هدف رائع بصراحه، لكن من مساحات. يعني انت عندنا مشكله عند مندي في الجزئيه ديت، وبرده بيتميز انه عنده سرعات في الحاله الهجوميه، لكن طبعا دفاعيا ممكن يكون عنده بعض المشاكل. نفس الشكل امام تشيلسي في مباراه طبعا السيمي فاينل، شفنا الكانتي وارتداده السريع جدا، اي مرتده سريعه بتكون بتعمل ارتباك في خط دفاع ريال مدريد، برضه موقف 5 على 3. 5 على 3 طبعا، هنا ارتداد سريع جدا واتلعبت الكره في اقصى الشمال. يعني هنمشي معانا ونشوف بالظبط برضه، يعني الونسو خد المساحه. طبعا الونسو كان منطلق يعني مسافه طويله جدا من الخلف للامام، تقريبا 35 متر 35 يعني. متر لوحده. عايزين نبص على التمركز وعين المدافعين في ليفربول، وده المشكله الخطيره جدا اللي يعني اتمنى مدريد ولا في سوري في ريال مدريد. في ريال مدريد، وده نقاط الضعف عند ريال مدريد دايما. ده طبعا الونسو قطم لجوه وقطع لجوه ودخل وجابها جول. اللي حضرتك لسه قايل على المثال، اللعب في العمق على سواء كان كارفخال او حتى مندي، ده اللي شفناه هنا. الكره ايضا من تشيلسي اتلعبت في العمق، ايضا التمركز يعني نفس واضح المشكله، واضح المسافه ما بين السنتر باك والباكين اذا كان باك يمين او باك شمال عندهم مشكله، والوقفه نفسها مش متظبطه بشكل كويس، مع يمكن الارتداد اللي مش سريع قوي بالنسبه لخط وسط ريال مدريد. صحيح، اتلعبت الكره في العمق طبعا، راح بيها مهاجم تشيلسي واحرز الهدف. طيب على مستوى وسط الملعب، فالفيردي طبعا لعيب مميز جدا، عندهم حلول، مودريتش بيقدم مباريات اكتر من رائعه. تفتكر ده ممكن جدا؟ طيب في صوره قدامنا طبعا، دي نقاط القوه بقى، يعني احنا عمال نشرح كله مشاكل عند الريال. لا هم عندهم زي ما حضرتك قلت بالظبط الثنائيه طبعا فينيسيوس وكريم بنزيما في الغالب هيلعب على المرتدات بشكل كاونتر اتاكس انشيلوتي بشكل كبير جدا. نقاط القوه عند ريال مدريد هو في العرضيات، ما فيش عرضيه الا تقريبا بنسبه كبيره جدا تفوق 90% الا وتمت يعني احراز كثافه عدديه، زي ما انت شايف كثافه عدديه داخل ال 18، يعني كثافه عدديه بمساحات تخلي كل لعيب فيهم لو جات له الكره ممكن يهدف، وده ده مهم جدا يكون عندك كثافه عدديه، لكن كمان البوزيشن واقف فين ده كمان مهم جدا جدا، واللي احنا شايفينه يعني بالظبط. ده طبعا هدف رودريجو في المباراه الاخيره، يعني احنا شفنا العرضيه تمت بشكل منسق جدا سريع جدا، ده الهدف امام السيتي. بالظبط كده، ده امام المان سيتي في السيمي فاينل ماتش اللي فات. يعني لو نجيب الهجمه من اولها، طبعا المرتده كانت سريعه جدا من ناحيه اليمين، اترفعت كان عدت كريم بنزيما، عدت اكتر من لاعب كان ممكن يسجل، ونزل طبعا على راس رودريجو ترجمها لهدف، يعني احرز هدفين في هذا اللقاء. نخش برضه على المثال اللي بعده، نقاط القوه عندهم ايضا في المرتدات السريعه من الاجنحه من الاجنبه، وفينيسيوس طبعا زي ما قلنا الكرات العرضيه بتمثل او بتشكل خطوره كبيره جدا على المدافع او مدافع الخصم. نفس كلام كابتن هاني، فينيسيوس هنا الثنائيه اللي كنا بنتكلم عليها، بيعرف يقرا كريم بنزيما واماكنه، طبعا رفع ايده كريم بنزيما وعارف ان هو ياخد المكان الصح التايمنج المظبوط واحرز هدف. شوف الكوره على راس، يعني على الرغم ان في اثنين من تشيلسي، دي مباراه تشيلسي طبعا كان مع كريم بنزيما، فينيسيوس مع بنزيما طبعا، والتفاهم الواضح، والميزه عندهم الرياكشن سريع جدا، يعني تيمبو عالي، على التيمبو عالي بشكل كبير جدا، فينيسيوس سريع جدا، وبنزيما بيعرف يقف فين وامتى، ده مهم جدا يعني.
توقع بالنسبة له رائع يعني. توقع الفينيشنج عالي جدا عند كريم بنزيما، بيعرف يقرأ فينيسيوس. دي كانت دايماً برضو أمام تشيلسي. دايما ده أمام تشيلسي، وده بيمثل طبعا خطورة. شفنا نفس الأمثلة مكررة أمام المان سيتي، هو نفس يعني كوبي بيست، يعني نفس النمط من الطريقة الهجومية أو نقاط القوة وهي العرضيات، أو طبعا التفاهم في العمق ما بين فينيسيوس وكريم بنزيما. ده طبعا هتشكل خطورة كبيرة جدا. زي ما بنقول التاكتكس بيكون يعني أو السيستمز بتختلف، زي ما حضرتك قلت الكرة عبارة عن سيتويشنز، يعني المدرب بيكون مظبط سيستم معين بينزل على حسب الأجواء أو على حسب المواقف اللي بيتم تغيير الشكل. ممكن دايما في حالة عدم استحواذ الكرة بنلاقي ريال مدريد بيقلب طبعا 5-4-1، وبنشوف 4-4-2 في أغلب الأوقات. مرونة تكتيكية بالنسبة للريال بشكل كبير. لكن خلينا نتكلم على توقعاتك أنت محمد الباز، أفضل لاعب في ليفربول طبعا هو محمد صلاح، والجزء الأمامي بنتكلم كمان على ساديو ماني بيأدي بشكل أكتر من رائع. إيه هيبقى مفتاح الفوز فين في ليفربول، ومفتاح الفوز فين في ريال مدريد؟ مفتاح الفوز في ليفربول يعني كطريقة كمان وكأفراد. كافراد طبعا، هو الافراد من ناحيه الافراد بتكلم على دياز دلوقتي، لاعب واعد ليه دور كبير جدا. دياز انا بالنسبه لي شايفه انه هيكون ليه دور كبير جدا، خاصه في تقدم مندي او كارفخال، وهيلعب على كارفخال في الجبهه ديت فيها مشاكل كبيره جدا دفاعيه في خطوط ريال مدريد. دياز عنده سرعات، بيعرف يعني يقطع لجوه بشكل في العمق بشكل كبير جدا. انا دايما بشوفه يعني زي ما عبد القادر عندنا، انا دايما بمثله بيه، بحس ان عبد القادر ان شاء الله ممكن يوصل لاعلى فورمه، شبه بعض في حاجات كتيره. دياز بالنسبه لي من اهم مفاتيح اللعب. ماني شويه ممكن يشكل خطوره، يعني بارتباك لخط، كمان بيقدم مستويات في الفتره الاخيره عاليه جدا، هيسبب ارتباك في خط الدفاع ريال مدريد. طبعا ممكن يدي مساحه كبيره جدا لمحمد صلاح، لان تقدم مندي في بعض يعني اوقات كثيره من المباراه ممكن يكون في فرصه كبيره جدا. طبعا في الفول باك زي ما بنقول ارنولد بيتقدم بشكل كبير جدا، الديناميكيه مع هندرسون اللي بيدي مساحه لمحمد صلاح يقطع في العمق ويخش. انا اعتقد الورقه الرابحه الاساسيه اللي ممكن تكون لها دور كبير دياز ثم محمد صلاح في من ناحيه على مستوى ريال مدريد، على واضح جدا انه طبعا كريم بنزيما وفينيسيوس. يعني انا شايف ان لوكا مودريتش هيكون ليه دور كبير جدا، لان الخبرات خبراته مع النهايات الكثيره اللي لعبها. يعني معظم لعيبه ريال مدريد لعبت اكتر من 3 أو 4 نهايات للتشامبيونز ليج وفازوا بيها يعني تقريبا، فعندهم خبرات كبيره جدا في التعامل مع مثل هذه المباريات النهايات الكبيره. بيقدروا ان هم بيلعبوا بالروح اكتر من اي حاجه. الحضور الذهني عندهم عالي جدا، القوه البدنيه قد تكون من وجهه نظري يعني اقوى من ليفربول في بعض اوقات المباراه. انشيلوتي بيعرف يدير المباراه بشكل كويس جدا، فالفيردي وعنده مفاتيح لا بيقدر ينزلهم اون تايم في التايمنج بشكل مناسب جدا. اجمل او ما يميز ريال مدريد هو الحضور الذهني اللي دايما تشوفه لحد الدقيقه 95، وده اللي شفناه في امام تشيلسي بعد ما كان تشيلسي متقدم وخلاص قلنا تشيلسي هو اللي هيفوز، قلب الموازين بريمونتادا. نفس الكلام امام المان سيتي والبيزي قبل كده. الحضور الذهني مهم جدا حضرتك، يعني كوتش كبير تقدر تقول لنا في المباريات النهائيه دايما الاعتماد اكتر على. انا بايدك تماما. يعني احنا بنشكرك اولا على التحليل الرائع، ودايما بره الصندوق بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن، ودايما بتمتعنا محمد. يعني شكرا كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه يوم الاثنين ان شاء الله، والرجوع يعني بافريقيا بالثالثه على التوالي. كل التوفيق للنادي الاهلي. يا رب طبعا كل التوفيق لفرقتنا النادي الاهلي ان شاء الله. استمتعوا بكوره جميله ان شاء الله مع نهائي الحلم في بطوله نهائي دوري ابطال اوروبا، وان شاء الله استمتعوا يا رب ان شاء الله كمان بفرقتنا يوم الاثنين في بطوله جديده يا رب تضاف لدولاب النادي الاهلي. بشكركم وشكرا جزيلا. ميعادنا مع المحترف يوم الخميس ان شاء الله، كلنا مشغولين يوم الاثنين بان شاء الله نهائي افريقيا. كل التوفيق لمنتخبنا، شكرا جزيلا لحضراتكم.